مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف في الدوري المصري. الحقيقة النهاردة حلقة دسمة إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم، وهنتكلم على ثلاث محاور أساسية. أكيد عندنا أخبار كتيرة جدا جدا عن البطولة الأفريقية، الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2023، والمحطة النهائية اللي هتجمع ما بين نيجيريا وساحل العاج. الحقيقة كامباك رائع من ساحل العاج بعد يمكن خروج في دور المجموعات بنسبة 99%، ولكن يشاء القدر والمجهود والإصرار والعزيمة لطبعا البلد المضيف لكأس الأمم أن تكون طرف في النهائي أمام المنتخب النيجيري. ده ملف إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل. كمان عندنا ملف الاتحاد المصري لكرة القدم، ده كمان ملف مهم جدا مع تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا خلفا لروي فيتوريا، وتداعيات هذا الخبر على السوشيال ميديا، ايه اللي بيحصل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. واكيد مش هننسى نادينا العظيم النادي الاهلي واستعداداته المميزة، وان شاء الله بإذن الله كل التوفيق ان شاء الله امام شباب بوليسداد الجزائري في الملف الافريقي. خلينا نبدأ اول حاجة مع اتحاد الكورة. والحقيقة يعني الأيام الأخيرة طبعا شهدت العديد من يعني مش هقول الانتقادات، ولكن على سبيل التساؤل كيف يدار اتحاد الكرة الحقيقة في الفترة اللي فاتت، وكيف تتم الأمور، وكيف تتخذ القرارات ما بين قوسين معظمها قرارات قد تكون عشوائية، خاصة في ملف المدير الفني. بعد جدل طبعا بعد خروجنا من دور ال 16، الكل طبعا كان متأكد ان لا وجود لروي فيتوريا في المنتخب المصري، ويجب رحيله بشكل سريع جدا، لان ما قدمه الحقيقة روي فيتوريا في البطولة الأفريقية كان الحقيقة كان صدمة كبيرة جدا جدا على المستوى الأداء الفني والسيطرة على غرفة الملابس، وقرارات إدارية خاطئة وعشوائية في الأداء، كل اللي أنت عايز تقوله قوله، مما أدى طبعا لرحيل روي فيتوريا. ما بعد رحيل روي فيتوريا الحقيقة كمان كان في بعض القرارات أنا شايف إنها ما كانتش يعني كانت قرارات سريعة غير مدروسة. الجزء الأولاني كان في يعني كان في اتجاه واضح لاتحاد الكورة بتعيين مدير فني أجنبي خلفا لروي فيتوريا، ده اللي طلع من اتحاد الكورة على لسان بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري. وكان معروض طبعا على سبيل المثال راينر طبعا المدير الفني الحالي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب فرنسا للسيدات، وطبعا عنده خبرات كبيرة جدا على مستوى أفريقيا، خد بطولة أفريقيا يمكن مع ساحل العاج، وخد بطولة أفريقيا مع زامبيا، وعنده صولات وجولات على المستوى الأفريقي، كان كمان المدير الفني للمنتخب السعودي. يعني اتكلمنا شوية أو طلعت أخبار شوية عن هذا المدرب الحقيقة، وإن الاتحاد المصري لكرة القدم يعني بيتوجه للتعاقد مع هذا المدير الفني، وكل الناس كانت بتتكلم إن المدير الفني القادم هو مدير فني أجنبي. الحقيقة كمان تم اختار الكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف طبعا واحد من الكوادر الجيدة جدا، ومدرب قدير، عنده كمان خبرات كثيرة جدا على مستوى أفريقيا بفوز طبعا بالتشامبيونز ليج الأفريقي مع النادي الأهلي، ومدرب الحقيقة مدرب واعد ومدرب كبير. تم الاتفاق اوريدي مع محمد يوسف ليكون المدرب العام للمدير الفني الأجنبي اللي هيجي. انا بقول لحضراتكم كل ده حاجات ظهرت خلال يومين في اتحاد الكوره، قرارات ان احنا خلاص المدير الفني القادم هو مدير فني اجنبي، تعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام مع المدير الفني الاجنبي القادم مفيش 48 ساعه، وكان القرار مفاجاه الحقيقه للجميع، مش مفاجاه لاختيار الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن يعني عنده خبرات تدريبيه كثيره جدا جدا، راجل عاش في ادغال افريقيا، عارف الاجواء بشكل كويس جدا، وعنده من الشخصية وعنده من الإمكانيات إن شاء الله إنها تكون سبب من أسباب نجاحه. وعند كابتن حسام حسن الحقيقة دايما دايما لازم يكون في مساندة. يعني كابتن حسام حسن هو كان مطلب شعبي على فكرة يا جماعة، يعني كان مطلب جماهير كبير جدا. كابتن حسام حسن يمكن من 2018 وما تلاها
هو دايما لما بنجيب سيرة المنتخب ومدير الفني للمنتخب بيطلع اسم الكابتن حسام كمطلب جماهير. الحقيقة كل الناس بدعو كل الناس لدعم هذه التجربة، ومن الظلم حقيقي انك تحكم على التجربة من قبل بدايتها. الحقيقة الكابتن حسام حسن والجهاز الفني اللي هيعلن رسميا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في مؤتمر صحفي، سيعلن اتحاد الكورة الجهاز الفني بالكامل الكابتن حسام حسن. لكن خلينا على مسألة الدعم، وان احنا نعمل سبورت للمدير الفني الوطني. كلنا بنتكلم ان المرحلة اللي جاية ديت محتاجين مدير فني وطني. كنا بنتكلم ان كل نجاحات المنتخب المصري كانت عن طريق مدرب او مدير فني مصري، بداية من الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه للكابتن حسن شحاتة العظيم ربنا يديله الصحة. فكانت نجاحات خلال يمكن القرن اللي فات او العشرين سنة او ثلاثين سنة اللي فاتوا، النجاحات والبطولات عن طريق المدير الفني الوطني. وبالتالي كان في توجه او في كان في يعني الناس كانت عايزة مدير فني وطني. حقيقة كل الدعم للكابتن حسام حسن، لكن المشكلة مش في الكابتن حسام. الحقيقة كابتن حسام قيمة وان شاء الله ربنا يوفقه مع جهازه، لكن الحقيقة مع القرارات اللي يمكن كانت فيها نوع من انواع يعني العشوائية شوية في الأسابيع الأخيرة، موقف الكابتن محمد يوسف لغاية دلوقتي غامض. يعني الكابتن محمد يوسف تم التواصل معاه وقعد في اتحاد الكورة، أنت المدرب العام للمدير الفني القادم. كابتن حسام حسن جاي بالستاف بتاعه اللي شغال معاه خلال السنوات اللي فاتت. لغاية دلوقتي الكابتن محمد يوسف ما فيش أي قرار أو ما فيش أي حاجة من اتحاد الكورة تقول أنه هو موجود مش موجود. بعض الناس بتقول لك ممكن جدا يمسك، وكلمة للأسف كلمة ما بين قوسين طردية الكابتن محمد يوسف، دي كلمة عيب قوي تتقال. يعني ان تطلع تقول خلاص هنرديه بمنتخب، ما فيش كده في الدنيا يا جماعة. يعني ما فيش كده في الدنيا، كل واحد عنده يعني عنده السي في بتاعه، سي في محترم. والسي في ده زي ما بقول لك سي في، هو كان قادر على مهمته انه يكون مدير او مدرب عام للمنتخب. حتة بقى ان احنا طب هنرضيه عشان ما يزعلش، طب ما نمسكه منتخب من منتخبات شباب او ناشئين، الحقيقة برضو ده نوع من انواع العشوائية والغير مدروسة. فعايز اقول لحضراتكم الجزء ده كان مهم جدا ان احنا كمان نشتغل اتحاد الكرة. الحقيقة انا كنت متوقع حاجة غير كده، يعني انا على المستوى الشخصي كنت متوقع ان اتحاد الكرة هيكون حريص جدا 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 في قراراته، بعيدا عن طبعا قيمة الكابتن حسام حسن، لكن على مستوى القرارات اللي بعد الخيبة الكبيرة جدا وخيبة الأمل في بطولة أفريقيا، هيكون في نوع من تنظيم العمل شوية. تنظيم العمل من خلال انك بتعمل حاجة وبتعمل وبتقدم شيء للجماهير المصرية، انك تقول لها لا احنا عندنا بلان وعندنا مشروع هنشتغل عليه واحنا بنعتذر. وكمان البيان الاعتذار للأسف كان بيان سيء جدا جدا، لا يليق حتى بعقلية أو استخفاف بالجماهير المصرية الحقيقة. وكان من الأولى أن احنا يعني ما نطلعش البيان ده، ونطلع خلال مؤتمر صحفي نقول والله احنا شغلنا الفترة اللي جاية هيكون موجود. دلوقتي عندنا مدير فني للاتحاد الكابتن علاء نبيل، شخصية يعني قادر على إن شاء الله أنه ينجز عمله بشكل جيد جدا. كان من المتوقع دوت ان احنا تحط لنا بلان وتحط لنا خطه وتحط لنا ايه مستقبل الكره المصريه خلال الفترات اللي جايه، واعمل البلان بتاعك، اعمل بلان لمده 10 8 10 سنين قدام وطلعه على الناس وقول دي خطتنا. ولكن للاسف الحقيقه ما فيش خطه لغايه دلوقتي او ما فيش بلان لغايه دلوقتي، وان الموضوع كله يعني اتحاد الكوره يعني اختصر كل المشكله في خلاص حضراتكم بتطلبوا بحسام حسن، اتفضلوا كابتن حسام حسن. وبالتالي اترفع كل الضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم، وبقى كل القيل والقائل كابتن حسام حسن، الجهاز الفني بتاعه كابتن حسام حسن، المؤيد ليه والمعارض ليه وكل دوت الهيصة، ونسينا تماما الهدف الرئيسي للفترة اللي جاية، هو انك لازم يكون عندك هوية، لازم يكون عندك تخطيط، لازم تحط برامج مميزة، لازم تنهض بالكرة المصرية. وتاني انا قلت يا جماعه صدقوني انا قلت ده اللي هيحصل، ان احنا كل اللي هنعمله هنغير المدير الفني سواء اجنبي سواء وطني، هنغير الحته ديت والدنيا هتمشي. لا الدنيا مش هتمشي، انا اتمنى الدنيا تمشي للكابتن حسام حسن، لكن هتمشي قد ايه
وتمشي فترات قد ايه، والنجاحات هتكون مستمرة ازاي. مفيش نجاحات مستمرة بدون تخطيط، مفيش نجاحات مستمرة بدون بلان، مفيش خطوات هتبقى نجاحات على المستوى كاس العالم اللي جاي وبطولة الأمم الأفريقية اللي جاية وبعدين منتخبات الشباب والناشئين والأولمبي خلال العشر سنين اللي جاية، مش هتلاقي نجاحات طول ما احنا ماشيين بهذا الشكل. طول ما احنا خلاص بتشتغل من فوق منتخب، اه هنغير مدير الفني تمام، الامور مش هتستقر على كده، لازم يكون في اصلاح من تحت. واكبر دليل على اللي بقوله احنا عندنا كوادر، اه عندنا كوادر، عندنا امكانيات، عندنا امكانيات. قد تكون الامكانيات بالنسبه للمدربين المصريين التالنت، عندهم تالنت للتدريب، قد ما ينقذ البعض عمليه العلم، عمليه ان هو دايما الدراسه والاستطلاع والرخص التدريبية الصحيحة اللي فعلا بتثقف المدرب المصري دي لازم تكون موجودة. قد تكون دي غايبة عننا شوية، حتى مع احترامي طبعا لكل الرخص اللي بتطلع اللي ممكن يقعد اسبوع وياخد الرخصة، ايه الحاجات دي الحقيقة لازم تدرس بشكل اكثر احترافية، لان الدراسات دي بتبقى دراسات مهمة جدا جدا. انت عندك تالنت، عندك شخصية، عندك جزء من الموهبة كإدارة فنية أو مدير فني، ولكن لازم تثقل بالعلم. ده مهم جدا الفترات اللي جاية، وده شيء مهم وده واجب على اتحاد الكورة. عندنا مواهب وعندنا تالنت، عندنا موهبة كبيرة جدا جدا الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري. الكابتن محمود الجوهري دايما بنفتكر دلوقتي نجاحاته وبنفتكره وبنترحم عليه من خلال منتخب الأردن. منتخب الأردن الحقيقة اللي قدم عظمة الحقيقة في بطولة أمم آسيا، ووصوله وصول تاريخي للمباراة النهائية أمام منتخب قطر. هتيجي تتكلم على منتخب الأردن، منتخب الأردن الحقيقة اللي حط حجر الأساس هو الكابتن محمود الجوهري. كابتن محمود الجوهري من خلال تواجده في الأردن، والحقيقة تواجد الكابتن محمود الجوهري في الأردن من ثماره الصورة اللي شايفين حضراتكم ديت، هذا المنتخب اللي إن شاء الله هيلعب المباراة النهائية في نهائي كأس آسيا، يعني بطولة قوية جدا كان فيها أسماء كبيرة جدا زي إيران، زي استراليا، زي السعودية، كلها منتخبات قوية جدا، وبجدارة واستحقاق بيوصل المنتخب الأردني للمباراة النهائية. عايز أقول لحضراتكم ده اللي حضراتكم شايفين، هذا المنتخب هو نتيجة عمل ونتيجة خطة طويلة الأجل للكابتن محمود الجوهري اللي وضعها في الاتحاد الأردني. الحقيقة يعني معلش الصورة ترجع لي علشان الكلام اللي هقوله كلام مهم. في فرق كبير جدا جدا، انك زي ما بتقول الكابتن محمود الجوهري كان بيشتغل ازاي في الاتحاد الأردني كل الصلاحيات. انا كنت حاضر هذه التجربة، هقول لك الكابتن جوهري كان بيعمل ايه في الأردن ولما جه مصر ايه اللي حصل. الحقيقة الكابتن جوهري كان عنده صلاحيات كبيرة جدا جدا على مستوى الأردن. الراجل حط بلان طويل الأجل، مش للفريق الأول، تاني مش المدير الفني للفريق الأول أو للمنتخب الأردني الأول، لا هو حط حجر الأساس لقطاعات الناشئين، كيف تدار هذه المسابقات في قطاع الناشئين على مستوى الأندية، كيف تدار ملف المنتخبات سواء منتخب ناشئين، شباب، أولمبي، منتخب أول، لكل مراحل المنتخبات الأردني. حط كمان شكل المسابقات هيكون إزاي، حط كمان مهم جدا عملية المدربين وتأهيل المدربين، جزء مهم جدا من البلان الأساسي، إنك على مستوى المدربين في تطور واضح جدا في مستوى المدربين وبدأ يشتغل من تحت مش من فوق. كابتن محمود الجوهري حط هذا الأساس وكان عنده صلاحيات كاملة، صلاحيات كاملة في الاتحاد الأردني، وكان يعني الكلام ما بينه وما بين الملك مباشرة يعني أو الأمير الموجود، وكان اتحاد الكرة بالنسبة له كل الأمور مسخرة لخدمات الكابتن محمود الجوهري. والحقيقة الناس مشكورة لغاية دلوقتي بتطلع بتقول، مسؤولي الاتحاد الأردني بيطلع بيقول يا جماعة اللي احنا فيه دوت حقيقي من ثمار ومن مجهودات الكابتن الكبير الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري. تعالوا مع حضراتكم شوفوا اللي حصل في الأردن وعودة الكابتن محمود الجوهري ووجوده في اتحاد الكرة المصري لفترة من الفترات. كابتن محمود الجوهري كان عايز نعمل نفس البلان ونفس الخطة، ان احنا قطاعات الناشئين ديت بتشتغل ازاي. وكابتن محمود الجوهري عن تجربة اتصل بيا في هذا التوقيت، قال لي هاني تعالى انا عايز اقعد معاك. قلت له حاضر يا كابتن. رحت قعدت مع الكابتن محمود الجوهري الحقيقة، ف
فسألني أول سؤال، قال لي بقول لك إيه، هو وأنت في ألمانيا القطاعات اللي تحت الصغيرين الولاد الصغيرين مسابقاتهم عاملة إزاي؟ قلت له 1 2 3 المسابقات بتبقى كذا كذا كذا. طب قال لي اللي تحت الفريق الأول على طول اللي هو خلاص الولد اللي عنده 17 18 سنة بيشتغلوها إزاي؟ قلت له لا، ده في دوري قوي اسمه ريجونال ليجا، ده دوري على مستوى المناطق على مستوى كبير جدا، الدوري ده دوري قوي، وهذا الدوري اللعيبة بتتعامل فيه على أساس الهاف بروفي. هاف بروفي يعني تقريبا ناقص له خطوة ويبقى محترف وياخد يعني نصف محترف، ان هو بيشتغل هو تحت طبعا تحت تعاقد مع النادي، وهذا الدوري بيدار بشكل جيد جدا وبينتج عنه اللعيبة المميزة في هذا الدوري بينتقل مباشرة للفريق الأول، واللعيب اللي ممكن جدا يطلع إعارة بيطلع إعارة، أو مش مستواه مش كويس فالنادي بيسيبه. طيب خد الجزئية ديت وقال لي طب الجزئية ديت مسميينها إيه هناك؟ قلت له مسميينها هو اسمه ريجونال ليجا، دوري يعني الفريق بي، يعني كازازلاوتن أو ويردا بريمن بي. قال لي في الخليج أو في الدول العربية بيسموها دوري الرديف. فقال لي الحقيقة أنا مهتم جدا إن احنا نحقق ده في مصر، وعندي كده فيجن معين ان الدوري دوت هيكون دوري مهم جدا، لان الدوري ده كمان خلي بالكم ممكن فيه 3 أو 4 لعيبه من الفريق الاول يشارك في هذا الدوري، يعني ممكن جدا اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه اللي راجعه من اصابه عشان تتاهل بشكل كويس تاخد 3 4 ماتشات في هذا الدوري، دوري قوي جدا ممكن يكون تجهيز ليهم. قال لي بس كلمه الرديف ديت مش هتمشي عندنا في مصر، يعني الناس هتقول لك ايه دوري الرديف، المسمى نفسه. فحتى كان مهتم جدا ان بيحط اسم يعني اتراكتيف شويه للعيبه واتراكتيف شويه للناس انها تبدا تتفرج عليه. وكان الكابتن الجواري حاطط الحقيقه بلان عظيم للكره المصريه. بعد شهرين انا فوجئت ان خلاص الكابتن جواري مش موجود في الاتحاد المصري لكره القدم لاسباب كلنا عارفينها. فده بقول لحضراتكم ده ليه، لان احنا زي ما بقول لحضراتكم كوادر موجودة محتاجين المساندة، والخاصة بالجهاز الفني للكابتن حسام حسن محتاجين المساندة، محتاجين ان احنا نقف في ظهره، محتاجين ان احنا ننجح التجربة. طب ليه ننجح التجربة؟ علشان ان شاء الله تجربة الكابتن حسام ان شاء الله تنجح، يبقى انت بتنجح معاه اسم ما بين قوسين المدرب الوطني، المدرب المصري، هتبقى نجاحات للمدرب المصري واسم المدرب المصري على مستوى التخطيط. ده عايز شغل تاني خالص بعيد عن الكابتن حسام حسن، يعني شغل مختلف تماما عن اتحاد الكورة. كل التوفيق للكابتن علاء نبيل، عنده مهمة صعبة جدا، لكن صدقوني الدنيا تحت مش مظبوطة نهائي خالص على مستوى ترتيب منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، على مستوى المسابقات الولاد الصغيرين، على مستوى البنية الأساسية، إزاي لعبتنا الولاد الصغيرين اللي عندهم 11 و12 سنة الأرضية بيشتغلوا عليها إزاي. ملف المدربين مهم جدا جدا لازم نشتغل عليه واتحاد الكورة يشتغل عليه. عندك بلان بالنسبة للأكاديميات الخاصة لازم تكون تحت اتحاد الكرة ويشرف عليها وينقي للأندية. اتحاد الكرة الألماني بينقي للأندية اللعيبة في الأكاديميات، بيحط سبوت كده اللعيب ده مميز، ويبدأ الأندية تاخد اللعيبة المميزة من الأكاديميات عن طريق اتحاد الكرة. لك أن تتخيل اتحاد الكرة الألماني عامل ويب سايت رائع بالنسبة للمدربين، يعني منزل ويب سايت كده أنا كنت بستخدمه إن أنا عايز أعمل وحدة تدريبية لطريقة هجومية للفريق اللي عنده 15 سنة، بخش بعمل كليك بيطلع لك 15 20 وحدة تدريبية علمية بشكل كبير جدا، إزاي المدرب يستغل دوت في تطوير اللاعبين. يا جماعة قطاعات الناشئين هي مصنع لتطوير اللاعبين، أنت اللي بتصنع الموهبة وبتنظفها وبتلمعها وبتطورها علشان تكون قادرة انها تكون تلعب على المستوى المحلي والمستوى الدولي. الشغلانه ديت مش بتاعه الانديه بس، بتاعه الانديه وبتاعه اتحاد الكوره. الحقيقه ملف اتحاد الكوره ده هنستمر فيه، وهشرح لحضراتكم باذن الله ان شاء الله هنا في المحترف، هجيب لحضراتكم ازاي المانيا اشتغلت في هذا الملف بشكل كبير جدا، هجيب لحضراتكم ازاي اسبانيا اشتغلت في هذا الملف كويس جدا، هجيب لحضراتكم ازاي المغرب اشتغلت في هذا الملف بشكل كبير جدا، وعندنا امثله كتيره في بطوله افريقيا زي الراس الاخضر، وعندنا زي الكونغو الديمقراطيه ازاي بيشتغلوا على هذه المنظومه بشكل كبير جدا. الحقيقه يعني ملف كبير جدا، اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني اتحاد الكوره باذن الله يعني يلم شويه الدنيا ويطلع لينا بشكل ان شاء الله تخطيط للكره المصريه بشكل كبير جدا جدا.
ده على مستوى اتحاد الكوره وعلى مستوى كابتن حسام زي ما اتكلمنا. لكن كمان خلينا نتكلم على سريعا جدا على الحقيقه وصول منتخب الاردن للمباراه النهائيه امام المنتخب القطري. الحقيقه الناس ربطتها بالكره العربيه، الكره العربيه ونجاحاتها الكبيره جدا ووصول فرقتين على مستوى العربي لبطوله اسيا. وكان الحقيقه يعني فشل تام لكل المنتخبات العربيه في بطوله افريقيا الحقيقه، اللي يعني شهدت الحقيقه اسوا نسخه للمنتخبات العربيه من سنوات طويله جدا جدا. ليها اسبابها، ليها اسبابها ان المنتخبات الافريقيه كمان في سرعه في التطور بشكل كبير جدا. المنتخبات خلاص كل المنتخبات عندها لعيبه محترفه بشكل كبير، وبالتالي المستوى الفني بقى ممتاز وقريب كمان من المنتخبات الكبيره. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ده مقارنه رقميه ما بين طرفي النهائي في بطوله اسيا ما بين الاردن وقطر. الاردن لعب 6 مباريات وقطر كمان، الاردن فاز في 4، قطر فاز في 5، تعادل كل منهما مره واحده، الاردن اتهزم مره، قطر لم تهزم. 12 هدف للمنتخب الاردني، يعني بمعدل هدفين كل مباراه، 11 هدف لقطر. الارقام كلها قريبه جدا. استقبل المنتخب الاردني 5 اهداف والمنتخب القطري استقبل 4 اهداف. الحقيقه ده جزء مهم جدا، ان في ظل خيبه الامل للكره العربيه الحقيقه على مستوى بطوله افريقيا، لكن حفظ ماء الوجه الحقيقه عن طريق المنتخب العظيم، المنتخب الرائع، المنتخب الاردني، وكذلك المنتخب القطري العربي، انه يحفظوا وجه العرب في الكره على مستوى العالم سواء على مستوى افريقيا او اسيا، ووصول مستحق للمنتخب الاردني والمنتخب القطري. حقيقه خلونا يعني معانا اخبار حقيقه كتير كمان تخص النادي الاهلي بشكل كبير جدا. نادينا النادي الاهلي الحقيقه بيستعد بشكل كبير لمباراه شباب بولوزداد النهارده. الفرقه يعني بيواصل، او النادي الاهلي فرقته بتواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيره استعدادا لهذه المباراه الهامه. مستر كولر المدير الفني للفريق عمل محاضره قصيره كده اكد من خلالها على العديد الحقيقه من الجوانب الخططيه المتعلقه بالمران في اطار كل دوت يعني تجهيز اللعيبه بالشكل المطلوب للمباراه القادمه. كمان اللاعبين ادت فقرات بدنيه متنوعه في هذا المران، وقبل الانتقال للتدريبات التخصصيه كان في تقسيمه في الاخر او مباراه كده ما بين فرقتين كانت قويه جدا شارك فيها جميع اللاعبين. على الجزء الاخر ميشيل يانكون مدرب الحراس، يعني كمان الرباعي مصطفى شوبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف، و القادم الجديد محمود الزنفلي الوجه الجديد في النادي الاهلي في تدريبات خاصه بحراس المرمى. حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي خد يمكن يوم الاثنين اللي فات مباراه وديه مع سموحه وقدر يكسبها 2-1، وكان اللافت للنظر الحقيقه للمهاجم مودست واحرازه الهدفين في هذه المباراه، وبيظهر بشكل اكثر من رائع. على الجانب الاخر الوافد الجديد الاخر وسام ابو علي بيواصل التاهيل من اصابته في العضله الخلفيه، وبيواصل طبعا اجراءات البرنامج التاهيلي، بيخضع ليه طبعا في الفترات القادمه بسبب الشد في العضله الخلفيه. اللعيب قدم يعني فقرات علاجيه في الجيم قبل ما يستكمل فقرات يعني البدنيه بالجري خفيف حول الملعب، طبعا ده من خلال برنامج وضعه الجهاز الفني او الجهاز الطبي طبعا لتاهيله وعودته ان شاء الله في اسرع وقت ممكن للتدريبات الجماعيه ومنها للمباريات. على يعني جزء اخر عوده ديانج، اليو ديانج بيعود مره ثانيه بعد طبعا رجوعه من منتخب مالي، بيؤدي تدريباته مع النادي الاهلي، وظهر النهارده في التدريبات الصباحيه من خلال التدريبات الجماعيه، ويعني بيستعد بشكل كبير للمباراه القادمه. يعني الجهاز الفني طبعا اداله راحه شويه لانه كان رجع اول امبارح، واداله راحه يومين كده ورجع للتدريبات مرة تانية في استاد التتش استعدادا لمباريات القادمة سواء على المستوى الأفريقي أو المستوى المحلي. خالد عبد الفتاح كمان النهاردة بيعمل برنامج علاجي مكثف عشان يخلص طبعاً كمان من الإصابة اللي تعرض لها في أربطة القدم. الدكتور أحمد جبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قال إن الفحوصات الطبية اللي أجراها خالد عبد الفتاح أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم.
هيخضع لبرنامج علاج ويتأهل لتجهيزه إن شاء الله في الفترة اللي جاية. قال إن خالد عبد الفتاح عمل إشعة رنين مغناطيسي واستكمل باقي الفحوصات الحقيقة بعد تعرضه للإصابة ده في مباراة سموحة اللي فاتت، وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة جدا جدا وكل الناس تعود إن شاء الله، لأن النادي الأهلي عنده مباريات وتلاحم مباريات كبير جدا خلال الفترة اللي جاية، على سواء على مستوى بطولة أفريقيا ثم الدوري ثم بطولة أفريقيا ثم الدوري، كلها الحقيقة ما بين كل مباراة مباراة 3-4 أيام ما بينها سفر، هنلعب في الشباب بولوزداد وبعدين هنطلع على غانا، عندنا ميدياما الغاني وبعدين عندك في الدوري وبعدين ترجع تاني على القاهرة عشان المباراة الأخيرة مع فريق يانج أفريكانز. الحقيقة مباريات كلها قوية جدا، وإن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون في صالح النادي الأهلي. طيب زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كلام كتير شوية جدا عن منتخبنا، هنوضح كل حاجة عن النهائي المرتقب ما بين ساحل العاج أو كوت ديفوار ونيجيريا، هنتكلم عن كمان استعدادات النادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد، وكم هيكون معانا الحقيقة كمان النهاردة بلغة الأرقام يعني محمد الباز هيكلمنا عن النهائي الأفريقي من خلال الأرقام والإحصائيات، هنتكلم عليه بشكل مفصل. كمان عندنا فقرة حوارية مع اتنين من نجوم مصر الحقيقة، الكابتن أسامة عرابي والكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم معهم في كل التفاصيل خاصة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم والمنتخب، ونتكلم أكيد على كمان نادينا العظيم النادي الأهلي. حلقة دسمة النهاردة إن شاء الله تكون مع حضراتكم، لكن خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع بقى ونتكلم مع الكابتن أسامة عرابي والكابتن عمرو الحديدي في كل ملفات المحترف معانا النهاردة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة اتنين من نجوم مصر الحقيقة ونجوم النادي الأهلي السابقين معانا ومع حضراتكم، اللي مشرفنا الكابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني. نورنا يا كابتن. الله يخليك، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك كابتن. ولما تقدم بقى ضيفك كابتن كبير الحديد كبير انا عن التعريف. يا كابتن هاني ربنا يخليك يا كابتن، انا مبسوط اني مع كابتن اسامه ومع حضرتك كابتن، واحنا كمان سعداء بوجود اثنين او قامات كبيره جدا في كره القدم معانا النهارده، وبالتاكيد عايز اخد رايكم فيما حدث الفتره اللي فاتت من تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب والاحداث ما قبل رحيل روي فيتوريا بالاحداث اللي حصلت والاجواء الحقيقه الضبابية شوية في الاتحاد المصري لكرة القدم. ما أبدأ معك يا كابتن أسامة. بداية هل هو المدرب المصري أفضل ولا المدرب الأجنبي؟ عشان إحنا بنخش في النقطة دي كل ما بيحصل إخفاق. جالنا مدربين مصريين أكفاء وعملوا نتائج هايلة، وأنت لعبت على أيديهم يعني كابتن محمود الجواري، كابتن حسن شحاتة، وعملوا نتائج هاي، وجالنا ناس لم يوفقوا وما كانتش ظروفهم كويسة مع المنتخب، وأيضا جالنا مدربين أجانب كانوا جيدين ومنهم مثلا سميث خد بطولة 86 وآخرين، وفي أجانب جم ما كانوش على المستوى ولم يحققوا النتائج. يبقى إذن هي المعيار الأول هو الكفاءة. صحيح مظبوط. أنت في الفترة الأخيرة في تخبط جدا، واضح جدا ان الاتحاد المصري كان يعني قراره الاول متجه للاجنبي. صحيح. واضح يعني في الفتره ده من خلال اعضاء مجلس الاداره طلعوا صراحه قال كده يعني، والفترات السابقه كلها مظبوط. حتى لما جاب ايهاب جلال ما دعموش، يعني لما جاب ايهاب جلال ولما جاب حسام البدري كمان، يعني حتى حسام البدري مدرب كبير وكان كسبان ماتشات كتيره وكان محقق نتائج، نتفق نختلف وقت معين لكن ما كانش فيه تدعيم واضح ليه، واقلته وهو جاي من هو بيلعب الماتش انت اقلته. ايهاب جلال جبته ولم تديله الفرصه الكامله واقلته بعد اقل من شهر، فده دليل على التخبط. انت عشان كنت عايز تجيب اجنبي، طيب الاجنبي اللي انت جبته المصري انت مش عايز تديله الفرصه، بتملي مستعجل عليه قوي وعايز تغير. لما بتجيب الاجنبي تقعد تقول ايه ده خطه، اصله 4 سنين، اصله مش مسؤول عن بطوله افريقيا، اصله مش مسؤول عن البطوله العربيه مع كروش،
اصله مش مسؤول عن اصل هو جاي عشان كاس العالم بس. طب انت اشمعنى المصري لما تيجي تقيمه بتقيمه بالماتشات الوديه؟ يعني ايهاب جلال اقلوه بعد ماتشين وديين، يعني ما ادالوش فرصه حتى في بطوله يعني. فاقصد انه لما انت قرارك ولا لما جبت فيتوريا راجل خد فرصه طويله قعد سنه ونص، من الماتشات اللي لعبناها الوديه ما كانتش تقييم حقيقي للمنتخب باستثناء انت لعبت الجزائر وتونس، تونس كسبتنا والجزائر كان 1-1 يعني. بلجيكا كسبناهم بس يعني من أسوأ حتى فترات بلجيكا في كاس العالم، راحوا كانوا حصلت المجموعه بتاعتهم او يعني كانوا بره الفورمه خالص. هو حتى تدعيما لكلام الكابتن كانوا الناس كانت بتقول ان البطوله الافريقيه ده المحك او الاختبار الحقيقي مزبوط للاداره الفنيه. مظبوط. فجينا بقى للبطوله الافريقيه، بصراحه انا اتفاجئت بقرارات مستر فيتوريا كلها تشكيلا تغييرا تعامل مع ظروف المباريات علاج الاخطاء الفنيه اللي وقعنا فيها من اول مباراه، تحس وكانه مش محضر البطوله او اكيد محضر للبطوله او حضر غلط يعني. ايوه يعني حضر بطريقه غلط، وحتى كان في علامات استفهام كبيره جدا جدا على القائمه اصلا اللي رايح بيها يعني. مظبوط. يعني اولا من القائمه، وان كان انا وجهه نظري الشخصيه ممكن تكون سليمه مثلا بنسبه 90%، يعني لو اجتمعنا ناس فنيين بنختار القائمه ممكن هنختلف في 4 لعيبه مثلا وهتضيف 4 من ال 27، يعني ممكن يكون هو واخد 22 واحد نتفق او 21 واحد او 23 واحد احنا نتفق عليهم، لكن في 3-4 افراد ممكن نختلف فيهم، وفي ناس لم يضموا، واحد زي حسين الشحات كان فورمه كويسه جدا، بيعرف يلعب في مركز 8، بيعرف يلعب جناح، ما اتاخدش. ياسر ابراهيم للاصابه، كل الناس لا للاصابه بتاعت اسامه جلال. لولا كان سبب كده اسامه جلال كان ياسر ابراهيم، رغم انه كان عامل مباريات جيده جدا، وحتى غير الاهلاويه كانوا بيطالبوا ان ياسر ابراهيم يبقى في المنتخب، وكان في اعلى فورمه ليه كمان يعني، أعلى فورمة. مخلص كاس عالم الانديه بمباريات قويه جدا على مستوى الدولي. فخلينا يعني انت انا اقصد اتفضل. لا لا فاللي انا اقصده انه الاعداد للبطوله باختياراتها الاول، ببعد كده بقى تشكيلاته من اول مباراه للناس اللي هتبدا، كان رايح بشكل معين في اول مباراه، الشكل كان مختلف غير مباراه تنزانيا الاخيره، لعب بثلاثه زيزو والنني وحمدي فتحي في النص، وزيزو كان اقرب للجناح اليمين ومحمد صلاح للداخل، اكننا بنلعب 4-2-4 او 4-4-2 يعني هو الكلام انه فعلا روي فيتوريا خلال البطوله الافريقيه واضح جدا انه ما عندوش، اولا ما عندوش خبرات في افريقيا، ما عندوش خبرات. حته انه هو ما دربش منتخب او ديت انا مش شايفها مقياس. برضه انا معاك تماما، لان انا اختلفت مع ناس كتير في الموضوع ده. مش شرط، ممكن واحد يجي بيدرب انديه ويخش على منتخب وينجح جدا طبعًا. ويعني هي رؤيه فنيه طبعا كتير، سواء في اوروبا او في مصر او في اي حته حصلت. مظبوط. اصل في ناس يقول لك اصله ما دربش منتخبات، لا مش ده السبب. هو في البطوله في الاربع ماتشات تحس انه ما فيش سيطره فنيه على الفرقه، سواء في التشكيلات، سواء في التغييرات، سواء في اختياراته لتوقيتات الناس اللي بينزلها. يعني مثلا لما جينا في الماتش الاخير، انا قلت لك ماتش موزمبيق هو غلط في حاجات معينه، لما جينا للماتش الاخير بتاع الكونغو، لما امام عاشور اتعور وصلاح وامام عاشور اتصابوا، طبعا الشناوي لعب مكانه ابو جبل وده كان طبيعي، انا بتكلم على امام اللي هو بيلعب رقم 8 ومحمد صلاح. امام وهو بيلعب رقم 8 كان في الماتشين اللي قبليه كان ابتدى يبقى بيأدي دوره بشكل كويس، صحيح مش طول ال 90 دقيقة بس بيأدي بشكل كويس وبيزود لك الناحية الهجومية، وكمان في النواحي الدفاعية بيحاول يرجع. لما اتصاب امام انت حسيت انه في حيرة، طب انت كل يعني اختياره للعنصر اللي يلعب الاثنين اللي لعبوا في رقم 8 بقى محتار وكانه مش عادد الفرقه. الموضوع انا متفق معاك عشان اخد كمان راي عمرو فيها،
انك بتقول خلاص هو روي فيتوريا كان لازم يمشي، كان لازم يعني يمشي، يا اخطاء فنيه وعدم رؤيه وفي خضه من البطوله و و و مظبوط. لما وصلنا بقى للمصري انا شايف انه انسب واحد في الفتره دي هو حسام حسن لاسباب كتيره جدا. اولا حسام لما تيجي تقارنه ببقيه المدربين الموجودين على الساحه هو يمكن من اكثرهم خبره، وممكن في تصوري يجي بعديه شوقي غريب على اساس انه مسك منتخب اولمبي ونجح بيه والى حد ما عنده خبرات كتيره. نيجي على المستوى اللعب الدولي حسام حسن بعيد خالص عن كل الموجودين في الساحه في المواقف اللي اتحط فيها خبراته كلاعب يعني، ادي نمره واحد. طب نيجي للخبرات التدريبيه، مع احترام لكل الموجودين في الساحه في ناس جيده ماشي، ولكن خبراتهم التدريبيه ما عملوش اكتر من اللي حسام عمله، بالعكس هو يمكن هو بقى له فتره طويله في فرق نجح معاه في فرق ما نجحش قوي، هم برضو ايضا كده رغم ان ممكن تكون خبراتهم تدريبيه في 3 4 سنين في 5 سنين، هو بقى له مثلا من ساعه ما اعتزل وهو بيدرب. طب نيجي بقى لمنتخبات، هو على الاقل مسك منتخب الاردن وعمل شكل كويس، وعمل شكل كويس وصل للمرحله يعني مسك منتخب يعني ادار خبره معينه، فانت في كل التقييمات هو الشكل طالما انت استقريت على مصر فانا شايف انا معاك. وانا يمكن قلت كابتن اسامه، انا قلت كمان قلت مهم جدا كابتن حسام حسن لازم طبعًا يعني ينال الدعم وينال المسانده لانه بيلعب يعني خلينا كابتن حسام حسن باسم المدرب المصري ده طبعًا مهم جدا انك هترفع كمان من اسهم المدرب المصري. برافو عليك. نشوف التجربه وما نحكمش على التجربه قبل ما تبدا، كل الدعم للكابتن حسام وجهازه، لان احنا عامه احنا يعني دايما دايما يعني بنشجع الصناعه المحليه بشكل او باخر، فحسام حسن صناعه محليه يستحق المسانده يعني. اتفضل. يعني دي انا بقى يعني بسمن عليها قوي معاك اللي هي ايه؟ دعمه، لانك انت تجربتين انت ما دعمتش المدرب الوطني، انت زي ما تكون كنت بتتلكك لإيهاب جلال، يعني انت جايبه وفي ناس مش مقتنعه من جوه الاتحاد ان هو يجي يعني مجرد ايه؟ طب نسمع هنقعد اسبوعين ثلاثة نسمع عمرو فلازم جوي. يبقى تدعيم. ايه رايك يا عمرو؟ ويعني الكابتن اسامه غطى بشكل كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت بمشاكلها سواء على المستوى الاداري على المستوى الفني. روي فيتوريا، روي فيتوريا مشي وجي الكابتن حسام حسن، رؤيتك ايه للفتره اللي جايه للكابتن حسام؟ وهاخدك لمنطقه ثانيه، احنا بنتكلم على المسانده، هل هي المسانده جماهيريه فقط ام كمان مسانده من اتحاد الكوره انه يدي الفرصه كامله للكابتن حسام؟ ده جزئيه. الجزئيه الثانيه، ما هو مطلوب من الكابتن حسام خلال الفتره اللي جايه؟ بص يا كابتن، من اخر كلام حضرتك وكلام الكابتن اسامه، الدعم كامل بنبض الشارع المصري للكابتن حسام حسن. لو هتجيبها انت نبض جماهيري هقول لك كل الناس عايزه حسام حسن مع احتفاظنا بالالقاب. انا في الوقت ده بدي له كل الصلاحيات، اختار جهازك، اختار الناس اللي كميتك هتليق معاهم، اختار كل حاجه واديله كل الصلاحيات وبعدين حاسبه. كابتن اسامه كان بيتكلم دلوقتي بيقول روي فيتوريا وفلان وفلان وفلان، انت جايبه لا انت جايب المصري عشان تمشيه، انت جايب أيوة المصري عشان تمشيه، أيوة انت بتتلكك له، انت بتستنى الكابتن ايهاب جلال ما نجح. يعني مثلا هنتكلم عن فايه مدرب كوت ديفوار، راجل مسك منتخب فرنسا من 17 سنه 22 سنه ما عندوش خبرات، بس اداؤه راجل في المؤتمر الصحفي قال كلمتين، انا بستعمل خبرات لعيبتي وبعرف برفع من الحياه النفسيه للاعيبتي، مش عايز اكتر من كده. ادائهم كل واحد عارف هو بيعمل ايه، تغييراته في الملعب ايجابيه، ما الراجل عمل اسم وسط الكبار دلوقتي هيلعب نهائي خلاص الموضوع بقى منتهي. كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، وكابتن طارق سليمان، وكابتن الكازي، الجهاز هيعلن ان شاء الله رسمي يوم الاربعاء خلاص بقى الله. كلنا نلتف حوالين نجاحات. هنتكلم كمصريين دعم للصناعه المصريه والاسم حسام حسن وامكانياته ونجاحاته كلاعب وفي التدريب المحلي اللي كان موجود مصر وجزء منه اللي هو الاحتراف اللي كان في الاردن. نمره اتنين، هندعمه كزملاء، احنا هندعمه بقى كزملاء ان احنا عارفين الراجل ده عنده غيره معينه بتوصل لعيبه الكوره ان هي ما تدورش غير الاسم على طرف واحد بس مش على طرفين، النجاح والمكسب احنا مدعمين في دي. تالت واحده هو حسام حسن، الموضوع اتاخر بس جه في وقته، كابتن حسام بقى يشكله يغزله يعمله اللي هو عايزه في الفترة اللي جاية. عندك ملفات ماتشين ودورة ودية في أحد الدول العربية، هو ده المطلوب بقى عندك فترة إعداد جاية هتشتغل. سيبك بقى افصل نفسك على السوشيال ميديا وافصل نفسك، قالوا صلاح قالوا فلان قالوا علان، افصل نفسك، انت جاي لك تكليف وزاري بل جمهوري ان حسام حسن يقود منتخب مصر. احنا بقى في النجاح بقى، اول لقطة
اتبسطت قوي ورفعت القبعه لكابتن حسام ان انا بقعد بشوف عايز اوفر الضغط العصبي على فرق الدوري وتلاحم المواسم والمباريات اللي هي كل 3 ايام. لقطه انت والحاج عامر واحتوي بقى، مرغوب مكروه. طب انا عايز اقف عند دي كمان، لان العلاقه مهمه جدا ما بين الدوري المصري وجدول الدوري المصري والمنتخب. وانا يعني بعض الاخبار كده بتتقال او سمعت ان الكابتن حسام هيشترك ان شاء الله في مباراه او بطوله وديه في شهر مارس في احد الدول العربيه، وهو اعتقد هيطلب 4 ايام زياده. هو كان المفروض هيبقى يوم 18 تقريبا التجمع ويتمرن 4 ايام ويلعب المباريات. هو اعتقادي الشخصي ان هو اتقدم بطلب ان يكمل اسبوع، يعني 4 ايام كمان، يعني يخليها بدري شويه، التجمع بدري شويه. ودي نقطه هتاخدنا عمليه التنسيق ما بين جدول الدوري وما بين الارتباطات الدوليه. واحنا عارفين، كلنا عارفين ان الكابتن حسام حسن يمكن من مدرسه الكابتن جوهري شويه، انه يحب يكون اللعيبه تحت ايديه اطول وقت ممكن. العمليه دي مهمه جدا جدا، التنسيق ما بين الكابتن حسام حسن ويعني الانديه في الدوري وجدول المباريات، لان انا في اعتقادي جدول المباريات يعني زحمه جدا، ارتباطات كتيره جدا جدا، فدي عايزه قاعده وتنسيق بشكل جيد. ونقطه مهمه جدا يا كابتن عمرو، كل 3 ايام بالظبط يا كابتن. صحيح، كل 3 ايام مباراه، يعني الموضوع مهلك. يعني انت بتتكلم مش في مكان، في بني ادمين. النقطه الثانيه يا كابتن، الربط اللي حضرتك قلته في الفاصل ما بين الكابتن علاء نبيل والكابتن حسام حسن، احنا بنقول كلها مدرسه الكابتن جوهري. صحيح. مدرسه الكابتن جوهري بتاع 90، الكابتن علاء والكابتن حسام والكابتن ابراهيم والكابتن الكاس والكابتن طارق سليمان، حتى الكابتن سعفان. حتى عايز اقول نقطه يمكن كنت بتناقش فيها انا والكابتن اسامه، هي فرصه سعفان بقى، ادوا له بقى فرصته، ما تتكلموش في ذبذبه اسماء اللي موجودين. هو الراجل عارف ان كميته واسلوبه بيليق مع سعفان الصغير. سعفان هينجح بكل المقاييس، هينجح. احنا نتمنى ده. واحنا كمان مهم جدا كابتن اسامه ان لما تختار مدير فني، الراجل اللي بره ده لما بيجي بيقول لك انا عايز 1 2 3 4، الاجنبي بيقول لك انا عايز 1 2 3 4، طلباته مستجابه، مش 4 و5 و10 و15. ويمكن النقطه اللي عايز اتكلم فيها ولازم برضو دي يعني كابتن حسام حسن لازم ياخد باله منها، انا شايف ان لغايه دلوقتي ما اعلنش عن محلل اداء. ده جزء مهم جدا جدا دلوقتي في الكوره، محلل اداء. في مدير كوره وفي مدرب عام ومدرب مساعد ومدرب حراس ومدير اداري، كل ده تمام، لكن كمان جزئيه محلل الاداء اللي اصبح، يعني انا بتكلم في حاجه بديهيه، محلل الاداء اللي يديك تحليل اداء بالنسبه للعيبه الدوري كلها، هيديك تحليل اداء للمنافسين المنتظرين خلال الفتره اللي جايه. مهم جدا قيمه المحلل الاداء يكون موجود في جهاز الكابتن حسام. اتفضل يا كابتن. انا معاك برضو في موضوع دوت، مفروض طالما جه المدير الفني وبالذات المصري، هو اشتغل مع ناس، هو مرتاح معاهم، وزي ما عمرو قال كلهم خبراتهم كويسه، سواء طارق سليمان سواء سعفان سواء طبعا ابراهيم حسن بنجوميته الكبيره كلاعب وتوأمه وعايشين مع بعض على طول، واضاف ليهم نجم كبير زي الكاس، يعني عندهم خبرات. هو مرتاح في الجهاز ده، يبقى هو كده صح. اجنبي بقى لما بيجي وبيختار مساعدينه الاجانب، انا بقى كمصري او كاتحاد انا عندي مدربين بقيمهم، لانه الاجنبي مش عارف هاني واسامه وعمرو وبتاع بصوره واضحه. انا ممكن شايف ان هاني مؤهل ان انا ادخله عشان ياخد يساعد الراجل وياخد خبره حاجات ويساعده، لانه برضو طبعاً الرؤيه المصريه بتبقى كتير قوي مهمه، واحنا حسيناها سواء في الانديه او في المنتخبات. ده حقيقي. ممكن جدا الاجنبي ياخد وقت عقبال ما يعرف حاجات كتيره رايحه عن ذهنه، وانا احساسي ان فيتوريا في البطوله دي هو اتفاجئ بحاجات كتيره جدا، ممكن ما كانش يعني كان بيحضر مباريات وعارف الاجواء، لكن انا شكله كان مخدود من اجواء افريقيا. يعني هي افريقيا ديت ليها طباع خاص وليها شكل مختلف، والبطوله ديت كمان بطوله المفاجآت. هو فوجئ بالمنتخبات الكبيره او ما بين قوسين منتخبات الصف الثاني انها منتخبات منظمه جدا. قصاد الكابتن حسام طريقه كلامه في المؤتمر قبل السفر ب4 ايام، انا ما بتكلمش عن ان انا رايح اخد بطوله، انا بجهز نفسي ان انا اصعد لكاس عالم. بعد كده قبل الماتش بيوم قال لك انا مرشح نفسي للبطوله، انا عرفت امكانيات لعيبتي وانا عارف انا هشتغل ازاي. كان في تخبط حتى طبعًا على مستوى وبعدين على فكره هاني، يعني طبعا ربنا يوفقه في مكان تاني، لان ممكن المدرب يجي لا طبعا مش مكان ويقف في، لكن انا بتكلم في ايه؟ على فكره الناس ما كانتش طالبه منه ان لازم ياخد البطوله. عارف الناس لو لقت
اداء جيد والمنتخب بيأدي بصوره حلوه. طب ما السنغال طلعت، هو مع المغرب طلع والمغرب طلعت، السنغال كسبت 3 ماتشات وتعادلت بس كسبت 3 ماتشات وكانت بتأدي كويس، والاداء والاداء وتعادلوا في ماتش سهل العاج وخسروا. هل انا تقييمه زي ما هقيم؟ طبعا مستحيل. هو دي النقطة يا كابتن، احنا 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 برضو عشان انا عارف حضرتك هتقول ايه، هي الجزء اللي انت يعني المغرب خرجت، لكن مشاكل المنتخب المغربي ما عندهمش مشاكل كتير زينا، ما عندناش يعني ادوا بشكل جيد طبعًا. كان متوقع ان يوصلوا للمباراه النهائيه خرجوا. ايوه انت بتتكلم على السنغال والمغرب كان يعني ما عندهمش مشاكلنا الحقيقه، يعني عندنا مشاكل كتيره جدا يا كابتن عمرو، عندنا مشاكل في الاعمار السنيه، ما فيش حد حتى صغير عنده 18 19 سنه بدا يكون موجود حتى في القائمه ويشارك، كل الناس بتدخل العناصر الصغيره ديت. المنتخبات الشباب والاولمبي هي معموله ليه؟ مش عشان المنتخب الاول؟ ما شفناش الكلام ده الحقيقه الفتره اللي فاتت، لما قلنا تقريب المسافات ما بين المنتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين عشان التصعيد ما يبقاش فيها خضه لعيبه الدرجه الاولى لانها بعيده قوي، انت ما خدتش ولا واحد معاك. كوكا ما راح الناس استغربت، الشد رجعه، الشد اللي جاله رجعه، كان هو رايح ليه؟ عشان اداؤه مع النادي الاهلي بالظبط. كان الكابتن حسن عنده بقى بالانس كويس قوي، اللي هو ايه؟ نجاح النادي الاهلي والكابتن اسامه كان موجود في جهاز مانويل جوزيه، ونجاح نادي الزمالك كان عندك منتخب اهلي وزمالك باستثناء حسني ووجود المحترفين، خلاص انت كنت بتبقى واخد 6 و8 و10، اشتغلت باداء لعيبه محليه صحيح. ودي من احد النجاحات اللي ظهر بيها هوجو بروس المدرب البلجيكي المنتخب جنوب افريقيا، 9 لعيبه محليين ومعاهم بيرستاو لعيب محترف واحد، يعتبر اللي بيرستاو بره من النادي الاهلي جنوب افريقيا يعتبر العاشر. كمان بيلعبوا اكنهم بيلعبوا فريق سان داونز، يعني 6 بيلعبوا في سان داونز يعني بالظبط، من اللعيبه الاساسيه دي حقيقة. طيب خلينا ننتقل لجزء اخر وهو البطوله الافريقيه، هنتكلم عليها بالتفصيل لان انا في رايي بطوله غريبه جدا، بطوله مفاجات، بطوله الحقيقه ظهر فيها بعض المنتخبات يعني بشكل اكتر من رائع غير متوقع. لكن خلينا نروح مع لغه الارقام والاحصائيات، النهارده كالعاده مشرفنا محمد الباز عشان يقول لنا الاحصائيات والارقام بالنسبه للبطوله الافريقيه، ونرجع مع حضراتكم مره تانية مع ضيوفنا عشان نحلل ونشوف المباراه النهائيه المرتقبه ما بين كوت ديفوار ونيجيريا. نشوف الاول الباز وبعدين نتكلم على البطوله الافريقيه يعني مع ضيوفنا بشكل مفصل. نجمنا محمد الباز بنرحب بيك معانا في المحترف، ودايما بتنورنا وبتشرفنا، وكالعاده اكيد محضر لنا حاجه محترمه. يعني مساء الخير كابتن هاني، يعني مبسوط دايما وسعيد بوجودي مع حضرتك. مساء الخير على الكباتن. زي ما حضرتك قلت ننتقل بقى للبطوله الافريقيه حديث الساعه، المباراه النهائيه يعني قد تكون مفاجاه الوصول كوت ديفوار للنهائي بعد ما الناس كلها قالت خلاص كوت ديفوار ودعت البطوله يعني بشكل مبكر. شفنا الكونغو حتى وصلت للسيمي فاينل بعد مشوار برضو هنتكلم عليه بتفصيله. فرق كتيره جدا اظهرت ان البطوله السنه ده كابتن هاني بتدي دروس كبيره للفرق الكبيره. لا كل الفرق لازم تشتغل على نفسها، لازم تدرس الخصم بشكل كويس جدا، لازم تحلل بشكل كويس جدا. واضح لازم جدا يا باز ان الكره الافريقيه او المنتخبات الافريقيه اللي ما بين قوسين كانت مستوى تاني وثالث، عملوا طفره في تطوير لاعبتهم على مستوى الفني، على مستوى المدربين، فشفنا صحيح. كمان كوادر تدريبيه بشكل رائع يعني في البطوله ديت. طبعا يعني هي هنا نقطه النجاح البطوله وظهورها بالشكل القوي دوت، يعني خلت حتى يعني متسبي رئيس الاتحاد الافريقي فخور بتقدم الكره الافريقيه بيقول ده في تصريحاته، خاصه كمان ظهور طبعا مدربين على اعلى مستوى ظهروا ازاي ان هم اقلموا نفسهم مع اللعيبه، ازاي ان هم اقلموا فكرهم وفلسفتهم على الخامات اللي موجوده والكواليتي الموجود. اللعيبه كمان اللي بتيجي من الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه من فرق كبيره يعني كتيره جدا جايه من اوروبا والاحتكاكها بالدوريات الاوروبيه كابتن هاني، حتى التارجت بتاعها ان انا اظهر ازاي في بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا سكاوتنج بتاع الفرق الكبيره في العالم كلها عينيها عليها، فبدات ان هي من دلوقتي بنسمع كتير جدا توتنهام ارسنال وفرق كبيره جدا بدات تنظر للعيبه كبيره جدا في الفرق. ده حقيقي. على مستوى الارقام والاحصائيات محضر لنا ايه بس؟
اول حاجه ممكن نتكلم على كوتوفار ونيجيريا المباراه النهائيه، عاملين كده مقارنه رقميه احصائيه ما بين الفرقتين ونشوف مشوارهم في البطوله كان ماشي ازاي علشان نتخيل السيناريو في الفاينل هيكون شكله عامل ازاي. الفرقتين طبعا لعبوا 6 مباريات يا كابتن هاني. نيجيريا بلا هزيمه، فازت في 4 مباريات، تعادلت في مباريتين. اما كوتوفار كان طبعا مشوار غريب جدا هنحكي عليه بتفصيله. صحيح. كان عندها طبعا 3 فوز وتعادل وحيد و2 خسارة في دور المجموعات. الاهداف المحرزة طبعا نيجيريا 7 اهداف وكوتوفوار 6 اهداف. الفرقتين اللي وصلوا الفاينل مش هم اقوى فرق من الناحيه الهجوميه، هنتكلم بالتفصيل برضو مين اقوى الفرق من الناحيه الهجوميه، ولكن نيجيريا هي اقوى فريق من الناحيه الدفاعيه حتى الان، يعني استقبلت هدفين. سمه البطل دايما، يعني سمه البطل دفاع وحارس المرمى طبعا، دفاع طبعا يكون قوي جدا. نخش على الاكس جي الاهداف المتوقعه، كان يعني احنا قلنا ان هم احرزوا 7 اهداف وقد يصلوا الى 16 هدف نيجيريا لان اضاعت فرص كثيره جدا وكان اكثر فرق تسديدا على المرمى. نفس الكلام كوتوفوار وصلت وسددت على المرمى، وصلت برضو قد تصل ل 16 هدف او 15 هدف التسديدات على المرمى. نيجيريا 70 تسديده في ال6 مباريات، يعني ده رقم برضو كبير، معدل من 10 11 بالظبط في المباراه الوحيده بدقه واحد، يعني 30%، 21 تسديدة اون تارجت على 3 خشبات بدقة 30%. نفس الكلام هناك كوتيفوار عندها 67 تسديدة، يعني بص هنا من الاكس جي والتسديدات الفريقين قد يكونوا متساويين. صحيح. يعني من الناحية الهجومية عندهم شراسة هجومية ووصول للمرمى وتسديدات بشكل كبير جدا، حتى الفرص متساويين، يعني 52 فرصة لنيجيريا 51 فرصة لكوتيفوار. حتى الاسيست او صناعه الفرص برضو عند نيجيريا 5 كوتيفوار 3، لا يعني ستيل احنا متقاربين بين الفريقين. التمريرات المفتاحيه الاثنين قد بعض تقريبا 47 48 لكوتيفوار. الركنيات هنا شويه كوتيفوار يعني 32 ركنيه نيجيريا 22، لان نيجيريا احنا شفنا طريقه اللعب دايما بيلعبوا الكرات يعني شورت باسس وبيوصلوا بشكل كويس التسديدات من خارج المرمى. التمريرات حتى للفاينل ثيرد او يعني الثلث الاخير عند نيجيريا كانت من اعلى الفرق. حتى العرضيات الكروسات 123 كروسة عند نيجيريا، 34 منهم بشكل صحيح، 28% الدقة مش أعلى حاجة. نفس الكلام عند كوتيفوار 109 كروس أو عرضية، 33 منهم بشكل صحيح بدقة 30%. الأهداف المستقبلة زي ما قلنا كابتن هاني، نيجيريا من أقوى الفرق، استقبلت هدفين، أما كوتيفوار استقبلت سبع أهداف منهم 4 أهداف في مباراة واحدة يعني. مظبوط، ودي يعني على أثرها طبعا. صحيح. قال المدرب خلاص اتغيرت الماب بتاعت كوتيفوار ومشوارها في حتى الشباك النظيفه. استقبال الاهداف المستقبله المتوقعه كان ممكن يدخل فيهم كمان 12 هدف يعني، لكن كمان على مستوى نيجيريا الاكس جي المستهدف كان ممكن جدا يخش فيهم 10 اهداف دخل فيهم هدفين. ده بيديك مؤشر على القوه الدفاعيه لفريق فريق نيجيريا الحقيقه، اللي ظهر عنده صلابه وعنده روح وعنده اصرار بشكل كبير جدا جدا. صحيح. وحارس المرمى هنتكلم عليه برضو بالتفصيل. خلينا نبص المشوار، الخريطه بتاعت كوتيفوار داخل البطوله اتغيرت ازاي. لو هنعرض مشوار كوتيفوار، فازت طبعا على غينيا بيساو في المباراه الافتتاحيه 2-0، بعد كده الموضوع اختلف تماما، خساره من نيجيريا 1-0، خساره من غينيا الاستوائيه 4-0، ودي من اقصى يعني الهزايم اللي شفناها. وانت بعد المباراه الثالثه 99% كوت ديفوار خارج البطوله، يعني صحيح. كل الناس قالت خارج البطوله، ولكن يعني العوده من الموت زي ما بيقولوا. موزمبيق بقى الله يكرمها يعني. والمغرب اهدت طبعا الصعود الفوز على زامبيا، هي طبعا خلتها. وعلى فكره هي طبعا كوت ديفوار من اسوأ التوالت، يعني هي بالظبط من الاربعه التوالت هو الاخيره كمان. صحيح. يعني ومشت معاها الدنيا بشكل كويس جدا. تعادلوا بقى، اتصطدموا طبعا في دور 16 مع السنغال وتعادلوا 1-1 وفازوا بضربات الجزاء، بعد كده قابلوا مالي وفازوا عليها 2-0، والمباراه الاخيره كانت امام الكونغو 1-0. على فكره على مستوى المشوار برضو بنتكلم على مشوار الكونغو، انا برضو عايز اقف شويه على مشوار الكونغو يا كابتن هاني. برضو كان في 3 تعادلات، يعني خلينا نسيب الصوره، ولكن الكونغو عملت 3 تعادلات في دور المجموعات وصعدت ب3 نقاط، صعدت هي مركز تاني بعد المغرب. الكونغو طبعا وصلت سيمي فاينل. صحيح. في المباراه الاخيره يعني خسرت طبعا امام جنوب افريقيا. انا عايز اقول لحضرتك ان هي بعد كده اتصدمت بمين؟ بمصر طبعا في دور 16 وفازت علينا في ضربات الجزاء، بعد كده صعدت في دور 8 فازت على غينيا
3-1 بعد كده قابلت طبعا كوتيفوار سوري لعبت كوتيفوار في السيمي فاينل وخسرت 1-0. من ابرز النقاط اللي احنا شفناها حتى في البطوله ديت القوه والصلابه والروح لحد اخر نفس. يعني انا عايز اقول لحضرتك معظم الاهداف والفوز كان في الثواني الاخير. صحيح. عندنا امثله كتيره جدا عايز اقول لحضرتك، مثلا جنوب افريقيا ونيجيريا، التعادل بتاع جنوب افريقيا كان في الدقيقه 90، يعني كانت مباراه قويه جدا. برضو مثال كوتيفوار ومالي، احنا شفنا طبقة خسرانه من مالي في الوقت الاضافي بلس 90 بلس 120 وبعد كده بلس 90 تعادلوا 1-1 بعد كده فازوا 2-1. امثله مثال غينيا وغينيا بيساو برضو، يعني كان برضو الفوز هدف الفوز في البلس 90 في الدقيقه 98. بطوله بتدينا ارقام ويعني وانديكيتورز كده بيقول لك لا الفرق الافريقيه واللعيبه الافارقه بتشتغل بشكل بدني بشكل كبير جدا. يعني صحيح. عندنا ابرز بقى الارقام في البطوله بشكل عام، يعني بنتكلم مين ابرز الارقام المجمعه في بطوله لغايه دلوقتي. طبعا لسه عندنا المباراه النهائيه والمركز الثالث والرابع، نشوف ابرز الارقام خلال البطوله الافريقيه لغايه دلوقتي. بالظبط، يعني اجمالي المباريات حتى الان 102 مباراه، عدد الاهداف 115. عايز اقول لحضرتك مقارنه بالبطوله الاخيره بالنسخه الاخيره 2022 او 21 عايز اقول لحضرتك كانت اجمالي الاهداف 99 هدف من 104 مباراه. 99 يعني هدف، عدد الاهداف في هذه النسخه اكتر من اكتر، والشراسه الهجوميه والتسديدات على المرمى وصناعه الفرص، يعني حتى اكثر الفرق تسديدا على المرمى هي كوتيفوار ب 74 تسديده على المرمى بدقه 26%، بعد كده بتيجي جنوب افريقيا ب 69 تسديده على المرمى ب 42% دقه، وبعد كده الكونغو الديمقراطيه زي ما كنت بقول لحضرتك فريق قوي جدا وشرس وصل ب 69 تسديده ايضا على المرمى بدقه 28%. الراس الاخضر كاب فيردي شفناه برده سدد من اكثر الفرق اللي سددت على المرمى 69 تسديده دقه 26%. ثم تاتي نيجيريا ودي اعلى دقه برده بعد جنوب افريقيا 68 تسديده على المرمى. دول اكتر الفرق تسديدا على المرمى. اقوى خط هجوم السنغال 9 اهداف، انجولا 9 اهداف، غينيا الاستوائيه 9 اهداف، ثم تاتي الراس الاخضر 8 اهداف. يعني زي ما شفنا السيمي فاينل او الاربع فرق اللي وصلوا النهائي مش يعني اقوى خط هجوم ليس متواجد في النهائي. صحيح. اقوى خط دفاع نيجيريا زي ما قلنا استقبلت هدفين وعندها كلين شيت تقريبا اربع مباريات كلين شيت، وفريق قوي جدا والحارس بتاعهم يعني هنتكلم عليه. يعني بعد كده بنتكلم على اقوى الفرق من ناحيه صناعه الفرص المحققه، نيجيريا يعني صنعت 21 فرصه محققه في الاجمالي 6 مباريات حتى الان، ثم تاتي المغرب 14 فرصه والكونغو 12 فرصه. شايفينها يا كابتن هاني الكونغو بتتكرر معانا في اكتر من صحيح. من حاجه كده التهديفيه او منتخب محترم طبعا عمل بطوله كبيره يعني. مظبوط. بعد كده اقوى فرق من ناحيه الاهداف المتوقعه الاكس جي نيجيريا برضو يعني 9.8، وبعد كده كوتيفوار ثم جنوب افريقيا، يعني متقاربين دي من ناحيه الاكس جي او الاهداف المتوقعه من الفرص الحقيقيه وكواليتي التسديدات على المرمى. ده بشكل عام كده حصاد لبطوله كاس الامم الافريقيه. افضل فريق بقى من ناحيه المراوغات والواحد على واحد كان طبعا كوتيفوار، عندها 210 يعني دريبلينج عملوه واحد على واحد عملوه بشكل صحيح منها 52% دقه عاليه جدا. الراس الاخضر برضو والكونغو، يعني دايما هنشوف الكونغو نيجيريا دايما الكونغو متواجده في الافضل، يعني في الافضل حتى في المراوغات والدريبلينج وكل الكلام ده. كابتن هاني الفرق بتقول لنا الارقام حتى بتقول لنا في البطوله ديت لا في تطور مستوى الدريبلينج الواحد على واحد تسديدات على المرمى حتى الكروسات الاهداف الغزيره 115 هدف في البطوله حتى الان مقارنه بالنسخه السابقه، لا في ارقام فعلا خرافيه ممتازه جدا. ومن واقع هذه البطوله والارقام ديت تم اختيار يعني موقع سوفا سكور اختار ابرز اللاعبين في الجولات الاخيره وتشكيله بتاعتهم لو هنستعرضها مع بعض هنقف على اهم اللعيبه اللي ظهروا بشكل رائع جدا، معظمهم طبعا بيلعب في الدوريات الاوروبيه زي ما احنا عارفين. نبدا بقى طبعا بحارس المرمى. حارس المرمى ده ليه قصه كبيره جدا، كان اساسا بيلعب مهاجم على فكره، وبعد كده يعني كان مثله الاعلى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وبالتالي هو اللي خلاه اجبره ان هو يختار ان هو يبدا ان هو يلعب يعني كحارس مرمى. هو بيلعب طبعا في الدرجه عنده، هو تقريبا فريقه هيهبط يعني، بس هو عامل بطوله ممتازه جدا. طبعا ويعني يعني سبب من اسباب الصعود طبعا بالظبط كده. اللاعب امبيمبا، وبعد كده بنتكلم على بولي اللي هو لاعب طبعا بالظبط اللي هو المساك بتاع نيجيريا المدافع، وايكونج
نيجيريا. بعد كده بنتكلم على نص الملعب طبعا، موداو ده لاعب سان داونز، وسيتولا برضه لاعب جنوب افريقيا، اونيكا كابتن هاني لاعب نص الملعب طبعا بتاع نيجيريا، وكونان. ونتكلم على بيرستاو طبعا اختاروه في التشكيله، طبعا موكوينا يعني اكثر الناس سان داونز طبعا لاعب كويس قوي، وطبعا انا في رايي كمان اوسامين طبعا عامل بطوله رائعه على مستوى المجهود على مستوى التهديف، هي لعيب مميز جدا جدا، واعتقاد الشخص قد يكون في البي اس جي في الموسم القادم، يعني كل الناس بتتكلم على انتقال كبير جدا لاوسامين لباريس سان جيرمان خلال الموسم القادم، لان الناس متوقعه كمان ان مبابي هينتقل الى ريال مدريد. مظبوط، يعني قد يكون بديل قوي صحيح. جدا بطوله عليها العين من فرق كبيره صحيح. وان شاء الله اعتقد الانتقالات الصيفيه هنشوف فيها مفاجات من فرق افريقيا ان شاء الله. بس بنشكرك شكرا جزيلا متعلق كالعاده، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني، كل التوفيق. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا للباز. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع ونكمل حوارنا الرائع مع نجومنا الكابتن اسامه عرابي والكابتن عمرو الحديدي. اهلا بحضراتكم مره تانية، نرجع لضيوفنا الكابتن اسامه والكابتن عمرو. هبدا بعمرو، من خلال الاحصائيات كده اللي شفناها مع الباز، دايما مقوله الديفنت وين، المقوله الشهيره للانجليز انه يقول لك الفرقه اللي بتدافع كويس هي اللي بتكسب، ودي سمه البطولات. المنتخب النيجيري دخل فيه هدفين، هل ده يرشحه للفوز بالبطوله؟ هل دوت كان سبب من اسباب خروج مصر من دور ال 16؟ الحاله الدفاعيه الكليه، ما بتكلمش على خط الدفاع، بتكلم الحاله الجماعيه للدفاع المصري ما كانتش في احسن مستوياتها، ودي المسطره اللي بتقاس عليها خاصه في البطولات المجمعه، انك تدافع كويس. عندنا خط هجوم احرز اهداف، ولكن كان عندنا مشكله دفاعيه في التنظيم الدفاعي لمنتخب مصر. ايه رايك في الارقام ديت على مستوى الدفاع يعني؟ بص يا كابتن، يمكن لما كنا بنتكلم على نيجيريا مصر، يعني اي حد كان متوقع او بيحلم ان يقول، كان يقول لك مغرب، جزائر، مصر، السنغال، ما حدش كان بيذكر نيجيريا. يمكن في احد القنوات اتكلمت في الموضوع ده. لا انا قلت نيجيريا. انا قلت نيجيريا من الفرق اللي هتوصل. الراجل كان واقعي جدا، بسيرو يمكن كان موجود في مصر، وزي بسيرو الراجل قال لك انا عارف انا بشتغل ازاي، ومعايا القماشه اللي اقدر اشكل فيها طريقه اللعب حسب كل مجريات مباراه. انا محتاج اهاجم، انا بشتغل ب 3-4-2-1، ومعايا احسن فرود في افريقيا، بل اغلى فرود في افريقيا، اوسيمين بيعرف يحقق اللي انا طالبه، وفي نفس الوقت بامن نفسي دفاعيا وبستحوذ على نص الملعب وبقرب خطوطي. راجل واقعي يبلغ من السن 63 سنه، عنده من الخبرات، شغال في مدير فني تاني يا كابتن هاني. تملي ما تقولش انك انت اللي عملت كل حاجه، يعني امرس فايه قال لك انا من توفيت اكلينيكيا بفرقتي ورجعت لغرفه الانعاش تاني، وسيناريو خيالي ما توقعوش ان انا اشتغل بيه، اشتغلت عشان حاجه واحده بس، نفسيا وخبرات لعيبتي. وصل للنهائي اللي هيتلعب خلال 48 ساعه الجايين. هو ده الواقع، الواقع ان انا عارف انا عايز ايه من البطوله، الواقع انا مسافر، كابتن اسامه عرابي مسافر هيعمل مشروع، المشروع بتاعه ايه؟ هدفي على البطوله كل مرحله انا عارف انا هاخد منها ايه، وعامل لها السيناريو بتاعها، عامل الجدول بتاعي، بقول الادوار التمهيديه، دور ال 16، دور الثمانيه. في ناس واقعيه قوي زي وليد الرجراجي قال لك جزء من الغرور اللي امتلكني اثر على لعيبتي. فوز الاقشع تجديد الثقه بيه للمدرسة اللي احنا ما شفناهاش من ساعة كاس العالم. احنا شفنا مدرسة فيها جراءة، وشفنا اسماء ما كناش نعرفها زي عز الدين قناحي ولا مرابط، فجأة الثقة والغرور او الامتلاك انك واثق انك هتاخد البطولة من النبض اللي عندك على السوشيال ميديا او من الصحافة المغربية، لقيت نفسك بعيد ما قربتش. جمال من الماضي قالك انا مش هحقق حاجة تاني. هو ده كابتن، هو ده ان انا ابقى عارف قدرات لعيبتي وعارف امكانياتي، ونندمج احنا الاثنين مع بعض، اوظفها ازاي واشتغل ازاي. مصطفى محمد لو كمل كان ممكن يبقى في يوم من الايام لو مصر حققت حاجه معينه كان يبقى هداف البطوله، ان بمعدل كل مباراه طبعا بيجيب هدف وعنده الشراسه. بس احنا كنا بنتكلم مع حضرتك كابتن هاني في الاستوديو، طب ومرموش، طب وزيزو، طب وصلاح، احنا بنقول مصطفى محمد هي المحطه مش هتتغير، المحطه مش هيبقى فيها عوامل مساعده عشان يحصل النجاحات. حتى الجماعيه في الاداء ما شفناهاش، الجماعيه في الاداء اللي احنا مفروض نقول ان هم دول احسن 27 من كم 55، ما لقيناش الكلام ده، لقينا الفرديه هي اللي بتجمع ما بين افراد لعيبه معينه، الربط ما بين اللعيبه والخطوط مش موجوده.
وكنا بالنادي وبنقول اللعيبه اللي موجوده اللي بتعمل الاداء والنجاحات في الدوري المصري هي اللي هتنجحك وانت موجود في بطوله زي كوت ديفوار. اكيد انا بتفق معاك يا عمرو، لكن خلينا نروح الكابتن اسامه ورؤيته للفاينل. شفت عوده ساحل العاج زي ما بيقولوا كده من غرفه الانعاش لنهايه البطوله ازاي؟ كمان جزئيه مهمه جدا اقاله المدرب بعد دور المجموعات، لانه خلاص كانوا الناس كانت تقريبا خرجت من البطوله، وتولي المسؤوليه للمدرب المساعد ونجاحاته اللي الناس يعني بتوصفها في ساحل العاج بالمعجزه. ونيجيريا، نيجيريا بدات البطوله مش باحسن حال، ولكن تدرج في المستوى بقوه ووصولها للمباراه النهائيه، بالرغم عن جزئيه كمان هاخد رايك فيها، ان بسيره مع المنتخب النيجيري قبل البطوله الافريقيه كان عنده بعض المشاكل الكبيره جدا مع الاتحاد ومع بعض اللعيبه، لكن نسخه ابيجان ظهر بشكل اكثر من رائع، سواء على مستوى الفني على مستوى التجانس مع اللاعبين. فشايف المباراه النهائيه ازاي؟ اكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، اي نهايه هيبقى صعب جدا، ولكن ساحل العاج يعني رجعت بعد الموت اكلينيكين زمان، صحيح، ورجعت في اخر مباراه كمان، يعني الثلاث توالي تتحددوا، وكان اخر حاجه مجموعه المغرب اللي هو ماتش المغرب وزامبيا، ولو زامبيا تعادلت كان ساحل العاج بره. خلي بالك ده كان اكبر دافع لفرقه ساحل العاج انها توصل للنقطه دي، التعادل اللي حصل المغرب وزامبيا وهم دخلوا بعد ما اقالوا المدرب وبعد العياط اللي كان في المدرجات ومن اللعيبه اللي بتعيط، هم خلاص خرجوا فعلا، خرج، لان كمان ماتش غينيا الاستوائيه 4-0 كان قاتل بالنسبه لهم، كانوا بقى اسوء توالد، توالد صعب يعني، كانت صعبه جدا. فانا شايف مع احترامي الكامل للمدير الفني اللي جه او اللي كمل، صحيح يحسب له، ولكن الجزء الاكبر انا شايفه الرجوع ده من بعيد قوي، هي عوده الروح، ادت دفعه غير طبيعيه، حتى بس مش على مستوى المدير الفني اللي هو كمل اللي هو المساعد، لا على مستوى اللاعبين، اللعيبه نفسها، اه بالظبط، كل واحد خلاص هيدي مستوى مضروب في 10. اكيد انا يعني متاكد هتلاقي اللعيبه نفسها بتلم بعض، بيكلموا بعض، ده احنا رجعنا بعد عذاب، يعني اللعيبه اكيد جمعت نفسها جامد قوي. طبعا يحسب برضو للمدير اللي كان المدير الفني، مفيش شك للمدرب عنده ادوار شويه طبعًا، في الفنيه، ولكن بتكلم الدفعه دي صح، خاصه ان البطوله على ملعبهم، صحيح. انا كنت في جلسه مع ناس من اصدقائي فبقول لهم ساحل العاج لو رجعت للبطوله هتبقى صعبه على اي فرقه، لانك انت لما تشوف ماتشاتهم، هم كسبوا ماتش الاني غينيا بيساوي 2-0، ماتش نيجيريا اتغلبوا 1-0 عادي، يعني ان مصر تكسب، هم كان عندهم ثقه حتى لو اتغلبوا 1-0 هيرجعوا للمباراه الثالثه، يعني كده كده هيرجعوا في المباراه الثالثه، مظبوط، وكل الناس كانت بتقول كده، لا قال لها تعادل، اتغلبوا في ماتش كان يعني درامي، كارثي طبعا، لا درامي، لانه خلي بالك لما تركز في الماتش قوي كل هجمه راحت عليهم جت جول، صح، يعني فرقه غينيا الاستوائيه هم 4 كور جم جوان، يعني حاجه غريبه جدا، ما هو ده برده كان من التوفيق الكبير، رغم ان غينيا الاستوائيه من الفرق الحلوه قوي، مظبوط، وزعلت عليها انها خرجت. تعالى في المقابل هم ليهم هجمات كتيره جدا فرص كتير، وهدفين صحيح هم اوفسايد، مش مفهومش شك لما تعادوا في الفار، ولكن بربع خطوه يعني هيرجعوا للماتش، ما هو ده من عدم التوفيق برده، ما هو في يوم بيجي لك انت مش موفق من كل حاجه، صحيح. الراجل المهاجم بتاعهم مع خط الدفاع يعني يا دوب نص رجله اللي جابها متعادل، كان 1-1 كان الماتش هيتقلب خالص، وقبليها برضو هدف اوفسايد ملغي، وغير الفرص اللي ضاعت، في حاجات اتشالت، حارس مرمى غينيا يوميها عمل ماتش كبير قوي، يعني احداث الماتش كلها كانوا في يوم عدم توفيق فيه من كل حاجه، الكره بتروح عليهم بتيجي جون، هم فرصهم ما فيش حاجه عايزه تخش، فسبحان الله جات لهم. فانا قلت انه انت شايف ان السيناريو دوت هيقود ساحل العاج للفوز على نيجيريا؟ هل هي بطلت
هل يعني كل السيناريو دوت ان هم اوريدي كانوا خرجوا مع المشاكل اللي كانت حصلت مع ووصولهم كمان خلي بالك هم بيكسبوا في الدقائق الاخيره اي مظبوط في بلس يعني في اخر دقائق بيتعادلوا وبعدين يكسبوا في الوقت الاضافي في دقيقه 120 السيناريو ده يوديك لبطوله يعني لبطل البطوله. بص كل عدم التوفيق اللي حصل لهم في مباراه ساحل العاج تحس انه ابتدى يرجع لهم في الماتشات اللي بعديها زي ما انت قلت في ماتش بتاع مالك زبوف في الدقيقه 90 وعد الدقيقه 120 مزبوط. يعني في نهايه الماتش ونهايه ال 120 دقيقه ماتش الاخير بتاع هم كانوا الماتش الاخير الكونغو هم طبعا كونغو ما كانوش في احسن حالاتهم وقدروا يكسبوا 1-0 ماتش السنغال كسبوه بضربات جزاء لكن نيجيريا فرقه برضو من الفرق اللي كانت زي ما عمرو قال بتلعب واقعيه ولما تشوف ماتشاتهم كلها كسبانين 1-1 1-1 باستثناء ماتش الكاميرون اللي كسبوه 2-0 تحس ان ليهم شكل بيصيروا بيلعب بيه بيلعبوا 5 ورا او 3-4-3 احيانا ولما يلعبوا في الدفاع بيلعبوا 5-4-1 وسايبين اوسيمين اللي هو مهاجم خطير فعلا صحيح هو مش موفق قوي على الجون لغايه دلوقتي ولكنه مهاجم خطير جدا وبينقلهم في ثانيه بس هم محافظين قوي على خطوطهم ورا ما بيجيش فيهم جون بسهوله للدليل على كده ان في الست ماتشات جه فيهم جونين بس ومعاهم معاه كمان لقمان ده اللي انا بشايفه من احسن اللعيبه في فرقه نيجيريا اللي قدام فالماتش هيبقى صعب جدا ماتش صعب للفرقتين يعني ده طبيعي ولكن ما فيش شك دفعت ساحل العاج عشان جماهيرها ووسط ملعبها وهيبقى يوم لكن برضو انا شايف المباراه 50-50 انا بتفق معاك لان نيجيريا فرقه تقيلة لان نيجيريا كمان نيجيريا من الفرق القويه جدا وعندها عناصر مهمه جدا على مستوى الدفاع افضل فريق على مستوى الدفاع لغايه دلوقتي كمان عندهم خط هجومي ناري للاسف منتخبنا خرج من دور ال 16 ولكن الحقيقه في نقطه مضيئه وهو التحكيم المصري في البطوله الافريقيه وجود محمود عاشور كمان كابتن محمود عاشور في المباراه النهائيه في تقنيه الفار ده كمان شيء يسعدنا جدا الأداء التحكيمي في هذه البطولة على مستوى التحكيم المصري الحقيقة كلنا راضيين عنه لكن كمان تفاصيله لازم نتكلم مع خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس اللي مشرفنا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر مساء الفل تحياتي كابتن هاني وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وتحياتي للنجوم الكبار حبيبي كابتن أسامة عرابي وحشني كتير الله يكرمك يا كابتن وكابتن عمرو وحشني كتير يا كابتن عمرو كابتن ناصر طبعا أكيد طبعا بحكم حبك للتحكيم أكيد متابع ردود الأفعال و يعني الشكل الرائع اللي ظهر بيه التحكيم المصري خلال البطولة أخد رأيك والسؤال دايما اللي بيتسأل يعني الناس وهي قاعدة هو ليه التحكيم المصري يعني في البطولة الأفريقية متفوق ومتميز وعندنا في الدوري المصري بيكون عليه علامة استفهام ده السؤال الأولاني السؤال الثاني يعني حكمنا محمود عاشور هيكون متواجد في النهائي في تقنية الفار رأيك إيه؟ كابتن هاني سؤال مهم جدا ليه الحكام بتتميز في المباريات الخارجية وعندنا يمكن في بعض المشاكل كابتن هاني اولا عندنا هناك في البطوله الحوافز والدوافع موجوده كثيره جدا حدث ولا حرج خلينا نتكلم كاول حاجه مهمه جدا ان مجموعه الحكام اللي موجوده هناك كابتن هاني اللي هم 26 حكم هيتم اختيار منهم حكام اولا اعاده تصنيف الحكام في القاره الافريقيه دي نمره واحد عشان بس الساده المشاهدين عارفين ان في 20 حكم محترف حاليا هم يتقاضوا مبالغ من الاتحاد الدولي. النهارده بعد البطوله هيتم اعاده التصنيف من جديد، في حكام هتخرج خارج التصنيف وفي حكام هتدخل في التصنيف اللي هم ال 20 حكم اللي هم بيعتبروا البروفيشنال بتوع الاتحاد الافريقي. الحاجه الثانيه كابتن هاني وهي اختيار الحكام لكاس عالم 2026 وده بالفعل حدث يعني بنبارك لامين عمر ومحمد صحيح. معروف تم اختيارهم في القائمه الاوليه اللي هو معسكر الاستعداد لكاس العالم بالظبط كابتن هاني المعسكر اللي هيقام في قطر ودي حاجه كويسه جدا لما يكون عندك اثنين حكام ساحه تم ترشيحهم من البطوله للقائمه الاوليه لكاس العالم 2026 عندنا كمان محمود ابو الرجال واكيد هيكون موجود هو احمد حسام طه اكيد هيبقوا موجودين لسه قائمه الحكام المساعدين لسه ما نزلتش ولكن اكيد هيكونوا موجودين ان شاء الله. انا تواصلت معاهم بالامس كلهم بخير مردود كويس قوي
من لجنه الحكام على الحكام المصريين. قلنا الدوافع كتيره جدا يا كابتن هاني، وهي توفير كل المناخ الطيب للحكام، بدايه من التدريبات للمحاضرات اللي هي موجوده في القاعات، ايضا كمان الناحيه المعنويه والماديه موجوده هناك بشكل كبير جدا. مسانده الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام الافريقيه للحكام هناك مش مخليه حكم عاوز اي حاجه، وبالتالي الاداء بيبقى اداء اكيد. طيب السؤال بقى الاهم، ليه ما نعملش كده هنا في الاجواء؟ حضرتك اتكلمت عن ان الناس ديت بتاخد يعني بتاخد بلغتنا كده واخده وضعها بشكل كويس، المكافئات الماليه يعني موجوده بشكل كويس، عمليه ان في حاله من اثبات الوجود على مستوى التحكيم، يعني الحكم نازل عايز يثبت وجوده لان في مراقبين ليه وعنده يعني بطوله مجمعه والناس كلها بتتفرج عليه. ليه ده ما يكونش موجود في الدوري المصري؟ يعني ليه هذه الامتيازات ما تكونش موجوده في الدوري المصري؟ ليه هذه الاجواء ما نوفرهاش لحكمنا في الدوري المصري والمسابقات المحليه؟ علشان كمان الحقيقه احنا عندنا زي ما بقول عندنا تالنت وعندنا حكام كويسين، ولكن عمليه عدم يعني عدم التوازن في الجزئيه، طب ليه موجود في مصر كده لما بيطلع بيأدي بشكل مختلف؟ ايه اللي يعيق هنا ان احنا نقدم كل هذه الامتيازات يا كابتن؟ كابتن هاني، وانت حضرتك قلت سؤال مهم جدا. طب ايه هو المشكله؟ هقول لك المشكله ايه هي. زي ما قلت حضرتك، زي ما بتعمل هناك مع الحكام يا كابتن هاني، الاتحاد الافريقي واقف كويس قوي قوي قوي، ولجنه الحكام واقفه كويس قوي مع حكامها. زي ما قلت مفيش حاجه بيحتاجها الحكم الا ما بيلاقيها. احنا عاوزين هنا في مصر يا كابتن هاني ايه؟ اولا خلينا نتكلم بامانه ونتكلم بصراحه. ايوه عشان نحل، بس احنا عايزين الصالح للكره المصريه. لما بنتكلم يا كابتن هاني النهارده مستحقات الحكام، ودي ابسط شيء انت بتديه الحكام اللي هي بتلعب، مش هتكلم بقى على الناحيه التدريبيه، ومش هتكلم على المعسكرات، ومش هتكلم على ازاي انك انت توفر العلاج وتوفر التدريب. لا نتكلم على كل ده يا كابتن ناصر، نتكلم على كل ده. لو هو ده هيفيد لازم نتكلم عليه، لان ده عنصر اساسي في كره القدم التحكيم يعني. تمام. المطالبه يعني انا بقول ايه، يعني اتحاد الكره النهارده انت شفت حكامنا ما شاء الله مشرفين التحكيم المصري والدوري والافريقي، وفي حكامين رايحين كاس العالم. انا بقول من النهارده كابتن هاني، يعني يا ريت نهتم شويه بالحكام. وزي ما قلت، ودي يعني انا بناشد اتحاد الكره النهارده لان هو المنوط. النهارده الحكام محتاجه معسكرات يا كابتن هاني، للاسف ما فيش في فلوس توفر للحكام معسكرات. محتاجين نعمل هو يعني اشمعنى للحكام المصريين ما فيش فلوس، وبعدين لما يجي مدير فني اجنبي بيدفع له 200,000 دولار في الشهر؟ يعني في 200,000 دولار في الشهر بتدفع لمدير فني اجنبي وما فيش ثلثهم يتصرف على لجنه التحكيم عشان الناس تاخد حقوقها؟ ما برضو دوت يعني حاجه مش مفهومه يا كابتن، حاجه كابتن يعني حاجه غريبه كابتن يعني. هاني للاسف هو ده الواقع اللي موجود. انا بقول لحضرتك ابسط اشياء اللي كنت تقدمها للحكم هي مستحقاته. النهارده كابتن هاني بسال بس سؤال، لما الحكام بتسافر اسوان واسكندريه وبيروحوا في كل المحافظات، بيروحوا يحكموا ويرجعوا ما بيقبضوش. النهارده بقى لهم خمس ست شهور ما بيقبضوش. النهارده الحكم النهارده مش محترف يا كابتن هاني، الحكم النهارده ده راجل موظف بياخد من بيته عشان خاطر يسافر. انا النهارده مستحقات الحكام مش موجوده، العلاج الشهري او التدريبات او الملاعب مش موجوده، الناحيه المعنويه والماديه والمسانده بتكلم بامانه صحيح مش موجوده. يعني هو ده الفرق، ان الحكام لقت كل الكلام ده هناك يا كابتن هاني بامانه، وهنا الكلام ده مش متوفر. وللاسف الشديد بقول لحضرتك احنا محتاجين نعمل معسكر الفار. يعني ايه معسكر الفار النهارده؟ انت عارف بروتوكول الفار النهارده كل الحكام وكل الدول بتشتغل على الفار. طبعا النهارده لجنه الحكام قدمت على معسكر للفار، مفيش امكانيات انك النهارده تعمل معسكر. ايوه يا كابتن، مع كلمه مفيش امكانيات دي هتجنن. يعني ايه مفيش امكانيات؟ انت راجل انت راجل دلوقتي دافع شرط جزائي لمدير فني يعني اطاح بينا في دور ال 16، دافع له اكتر من 800,000 دولار او 600,000 دولار. يعني يجي ازاي انك مفيش امكانيات انك تعمل دوره فار للحكام بتاعتك؟ ما هي دي برضه علامه استفهام. وبعدين حضرتك ما بتقول مفيش مسانده ومفيش فلوس ومفيش انتقالات، والحكم عشان يسافر اسوان بيقعد له في القطر 15 ساعه، فكل دوت ازاي في الاخر تقدر تقيم ان الحكم ده جيد ولا لا؟ ما هو ده ظلم كمان للحكم نفسه. بالظبط يا كابتن، يعني عشان كده بنقول من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال حضرتك وكل البرامج بنتكلم يا جماعه النهارده، التحكيم النهارده كابتن هاني بقى صناعه. وزي ما حضرتك قلت في البدايه، الحكام شرفت التحكيم المصري وكانت ممثله بشكل جيد في البطوله. صحيح. النهارده الحكام بتديك مردود طيب خارجيا،
المفترض انك انت النهارده بقى يعني هذه النقطه نقف عندها ونبتدي نشتغل ازاي. النهارده عندنا 2026 يا كابتن هاني، لو ما كانش عندنا طاقم تحكيم هيروح كاس عالم بالكامل، هتبقى المسؤوليه مسؤوليه تقع على انا متفق معاك متفق معاك تماما. انا بتكلم بامان، احنا عندنا النهارده بقول اهو عندنا محمد معروف، امين عمر، حكمين، هنقول هيتاخد مع واحد منهم مفيش مشكله، هيبقى في معاهم محمود ابو الرجال، هيبقى في معاهم احمد حسام طه، عندنا كمان محمود عاشور ومحمود البنا، الاثنين على الفار، هيبقى عندك طاقم تحكيم ممثل في كاس العالم. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه كابتن هاني، وهي النهارده بنتكلم على البطوله، خلي بالك في حكام لعبت 3 مباريات، وفي حكام لعبت 2، وفي حكام لعبت 1، وفي حكام روحت ما لعبتش ولا مباراه. لما يبقى النهارده عندي محمد عادل لعب 3 مباريات ولعب مباراة مهمة جدا جدا جدا، هي مباراة مالي لو حضرتك تفتكر. صحيح. ولعب محمد أمين عمر لعب 3 مباريات، لعب منهم مباراة قبل النهائي. يعني إذا النهارده الاتحاد السكري النهارده بيعول على حكامك ماشيين كويس، محمود عاشور كمان ماشي كويس قوي 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 النهارده، لما يبقى موجود هو في نهائي البطولة وحكم للفار رئيسي، يعني دي حاجه كويسه. طب اعرف برضو راي حضرتك في طبعا كابتن امير عمر، امين عمر، في مباراه طبعا نيجيريا وجنوب افريقيا، تقييمك كان ليه؟ مباراه صعبه، مباراه كان فيها احداث كتيره جدا جدا، رايك ايه في كابتن امين عمر؟ شوف كابتن هاني، وهناك ودي حاجه مهمه قوي، حضرتك سالت السؤال، البعض يعني يمكن برضك اللي بعيد عن التحكيم ممكن ما يعرفش، اولا امين هناك يقيم على 3 مباريات وليس مباراه كابتن هاني. طبيعي. يعني هم تم تقييمه، يمكن الكلام ده انا عرفته امبارح، على 3 مباريات اللي هم لعبهم امين، لعب مباراه افتتاح بشكل كويس قوي 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 والكل اشاد بيه، لعب بعد كده مباراه في دور المجموعات، وبعدين لعب مباراه قبل النهائي. يمكن قبل النهائي كان في حالتين، الحاله اللي هي حصلت ركله الجزاء اللي هي بتاعت بيرسي تاو لو حضرتك تفتكر، لعبه كانت صعبه قوي 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 كابتن هاني، ويعني هو دي اللعبه اللي هي ما اتحسبتش وراح نيجيريا جاب جول ورجع حسبها ضربه جزاء. وفي لعبه اللي هي خلينا نتكلم في لعبه ركله الجزاء الاول، ان هي يمكن كان معاه حكم شاطر في الفار اسمه لحلو بن برهام اللي هو الحكم الجزائري من ضمن افضل الحكام في البطوله في الفار. هنا لما حصل ما حسبش ركله الجزاء، وبعدين راحت بهجمه لنيجيريا، واحنا قلنا دايما في البروتوكول اي هدف بيجي كابتن هاني بيتم مراجعته، هنا كان في ركله جزاء تسبق الهدف، وبالتالي هنا راح للفار رجع حسب ركله الجزاء، دي كانت حاله، وهنا هو حقق العداله التحكيميه يا كابتن هاني. يعني الفار تدخل، انا شايف انها تحسب له مش تحسب عليه، يعني ده يعني رجع، لما رجع للفار خد القرار ورجع حسب ركله الجزاء. والبعض يقول لك ازاي في هدف يجي وتلغيه وتحسب ركله الجزاء، هو ده البروتوكول للفار يا كابتن، وهو ده ميزه الفار يا كابتن هاني. صحيح. الحالة الثانية وهي كانت الفرصة المحققة، وهو يمكن كان صعب ان هو يعني ما قدرش يعني من زاويته يحدد هل اللاعب نجح في لعب الكرة او تم عرقلة اللاعب المهاجم، ولكن ايضا الحالة ديت الفار جابوا فيها ورجع وخد القرار الصحيح، والمباراة خلصت ما فيش اي اخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة كابتن هاني، وبالتالي هنا حتى مردود اللجنة هناك ما كانش في اي حد يعني زعلان من الاداء، ولكن الاداء بشكل عام كان اداء كويس. حقيقي. نفس الشيء على محمد عادل، يمكن البعض شاف ان في نهايه المباراه حصل بعض المشاكل كابتن اسامه، لو انت شفت المباراه، مباراه مالي اعتقد كان جون من لعيبي مالي، يعني كان اللقطه غريبه قوي يعني. بالظبط. هقول لك نقطه مهمه كابتن هاني، عشان بس الناس تبقى عارفه القانون بيقول ايه يا كابتن هاني، ودي مهمه من خلال قناه النادي الاهلي. لعيبه مالي لما اعترضت على ان الحكم كان هناك ركله ركنيه لصالح مالي في الدقيقه الاخيره، كانت الدقيقه الاخيره اللي هي تقريبا بعد الشوط الرابع، هو هنا يعني استأنف، كان اللعب الهدف جه وبعدين استأنف اللعب وبعدين انهى المباراه. لعيبه مالي اعترضت على ان هم يعني ازاي الحكم ينهي المباراه وهناك ركله ركنيه لم يتم تنفيذها، على اساس ان هم ممكن يعني يبقى عندهم فرصه ان هم يجيبوا هدف. صحيح. هنا القانون ده كابتن هاني بيقول ايه؟ الحالة الوحيدة اللي الحكم ممكن يمد فيها الوقت اللي هو الوقت بدل الضايع، عندما يحتسب ركلة الجزاء ينتظر لحين تنفيذها. دي الحاجة الوحيدة طبقا للقانون. لو انت مثلا الوقت انت اديت 2 وقت ضايع كابتن هاني، والدقيقتين انتهوا خلاص، وحسبت في اخر الدقيقتين ركلة الجزاء، هنا ما تقدرش تصفر بنهاية المباراة كابتن هاني. اكيد. لابد انك انت تنتظر تنفيذ ركله الجزاء. بس برضه يا كابتن يعني خلينا نتكلم بكل امانه، انا لو لعيب جوه الملعب ومغلوب 1-0
وجالي او فرقتي جالها ضربه ركنيه في اخر يعني بعد الوقت ما خلص، في بتبقى احساس في الملعب يعني طبيعي جدا انك خليهم يلعبوا ضربه يعني ضربه ركنيه، لكن يعني انا شايف انها قد تكون ممكن يكون ليها جزء من يعني اكون فاهم لعيبه مالي اعترضت عليه، لان كان ممكن جدا يسيب يعني ممكن جدا يسيب النص دقيقه ديت. يعني كابتن هاني احنا عندنا حاجه اسمها محاضره اسمها الماتش مانجمنت، اللي هي اداره المباراه. من ضمن اداره المباراه يقول لك كمان خلي بالك الحكم ما بيحكمش بس، ده الحكم يدير المباراه. أكيد. زي ما حضرتك بتتكلم كده، هنا في ركله ركنيه مثلا، في بعض الحكام ينتظر، ودي من ضمن الحكام اللي هي عندها اداره، يعني مش بقول ان امين ما عندوش اداره، ولكن هو امين شاف ان الوقت انتهى وصفر. ولكن خلينا نقول زي ما قلت كده، ايه المشكله؟ انا خلاص ركله ركنيه، كان ممكن امين يسمح بيه ان هي تتلعب. كان محمد عادل كابتن، طبعا محمد كان قصدي محمد، انا اسف، محمد عادل بالزبط. وكان انها، ولكن ده مش في القانون يا كابتن هاني، يعني خلينا بس نوضح طبعا. ان القانون الحاله الوحيده هي ركله الجزاء، ولكن ده حقيقي. كاداره المباراه ممكن انا كحكم اسمح بان الركله الركنيه تتلعب وتتنفذ وخلاص، وبعدين انهي المباراه، خاصه ان الهدف اللي جه كان هدف قاتل، وكانت مفاجاه كابتن هاني للعيبه، يعني صدمه يعني. ولكن بشكل عام يا كابتن هاني انا بقول حكامنا ماشيين بشكل كويس، ولكن هنا احنا ينقصهم حاجات كتيره جدا. نتمنى ان اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام ينظر للتحكيم، مش بس مستحقات يا كابتن هاني، لا يعني زي ما اللعيب بياخد يا كابتن هاني من تدريبات ومعسكرات، هو نفس الشغل اللي بيتعمل مع اللعيبه. مهم جدا يا كابتن ناصر، زي ما حضرتك بتقول، يعني دي طبعا رساله من حضرتك لاتحاد الكوره الحقيقه، لان لازم نهتم وندي الحكام حقوقهم كامله عشان نقدر نحاسبهم. كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا يا كابتن. في نقطه اتفضل يا كابتن اسامه اتكلمت فيها وهي نقطه مهمه جدا، موضوع مستحقات الحكام، وانت قارنت ان المدير الفني كان بياخد 200,000 دولار وندفع في الفريق الاول زي ما احنا عايزين بمبالغ غير عاديه، وبتيجي على حاجات من اساسيات اللعبه طبعا وبتهمل فيها. انا امبارح بالصدفه كنت في بني سويف، وكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه حكام من بني سويف، واتكلمنا في الحاجات دي. يعني انا كنت في مشوار تبع سيتي كلاب يعني، والمهم قابلته، فاولا بيشكر في الراجل البرتغالي جدا رئيس اللجنه الفنيه بيريرا، بيقول راجل كويس قوي وبيشتغل كويس جدا وبيدي لكل واحد حقه ومصنف الحكام، واللي بيخطأ ممكن ننزله درجة أقل. أيوة. وطلع طبعا أكتر من واحد حتى شايفينهم في الدوري، حتى من حيث الشكل البدني والستايل شكلهم كويس. وطبعا انتوا لسه انت وكابتن ناصر وكلنا بنشكر جدا في محمد عمر ومحمد عادل وحتى اللي كانوا على الفار عز الرجال وكابتن عاشور. ولكن ما ينفعش اصرف مليارات الدولار او ملايين الدولارات في جزء من اللعبه وفي حاجات كتيره في اللعبه ما بصرفش عليها. يعني اولا بنبارك للكابتن علاء نبيل المدير الفني الجديد للاتحاد، بس ارجو انه الاتحاد يسيبه يشتغل ويقيم مظبوط ويحط برامج للمدربين، وهو اللي يختار المدربين مع ناس من الاتحاد، ما بقولش انه هو يبقى رايه منفرد. الحاجه الثانيه لابد ان في حاجات اتكلمنا فيها مثلا من التطوير، الحاجات اللي هي جزئيه الرخص طبعا البرو والحاجات دي، انت بتروح انت مدربين مصريين كبار جدا وتروح تشتغل في الخليج، يجي يقول لك الرخصه بتاعتك الافريقيه غير تعادل مع، لازم تعادل مع الاسيويه، ازاي الاتحاد الافريقي مع احترامي للكره الاسيويه، لكن الكرة الإفريقية سابقة. أنا بتفرج على بطولة أوروبا، هي كابتن مالهاش علاقة بين الكرة الأفريقية والآسيوية، لا أنا عارف الأسوية. النظام في عدد ساعات معين لازم يكون، وفي محتوى، المحتوى نفسه لازم يكون طبعا أنت في محتوى مختلف طبعا، دي من طبعًا. ألمانيا وعارف المحتوى نفسه اللي بيتاخد مختلف عن المحتوى اللي في آسيا أو في أوروبا. يعني ما أنا بستغرب، أنت في حاجات مهمة من دور الاتحاد لازم المصري تتحل طبعا مع الاتحاد الإفريقي تتحل، مظبوط، لأن أنت عندك مدربين عندهم خبرات غير عادية ويمكن متفوقين عن مدربين اخرين، مش عايز يعني اتكلم ولا بتقف عقبه جدا صح. ففي حاجات كتيره، ومنها الفلوس الحكام، ومنها ازاي حكم يقعد يحكم
اكتر من مباراه وبيطلع عينه بيتشتم وعنده وبعدين ما تدروش مستحقاته وتدفع بكل بساطه 200,000 دولار لمدير فني في الشهر او غير جهاز المساعد وغير مبارياته التعادل في حاجات 50,000 ولا حتى برنامجه بالكامل. بص يا كابتن ملف الحكام ده مهم جدا حضرتك بتتكلم فيه، لو انت عايز يعني هو بيقول لك ايه الفرق ما بين مصر وما بين الاجواء هناك في ساحل العاج. الاتحاد الافريقي بيدي الحكم اولا، سيبك بقى من الموضوع بيدي الحكم قيمته يعني الراجل بيحس ان هو راجل يعني ذو قيمه، انتقالات على اعلى مستوى، قاعدين في احسن اوتيلات، مدينه احسن يعني المناخ كله بيساعده بالظبط. لكن للاسف هنا انا عارف في حكام بتسافر قبل المباراه يعني ب 24 ساعه عشان تقعد 15 ساعه في القطر وتنزل بتروح على طول على الاستاد وهي مش نايمه وما بتاخدش فلوس، فكل دوت ده ما ينفعش. وانت يا هاني رساله تقول له ان المباراه اتاجلت وهو ما يعرفش ممكن هو في وسط الطريق يقول له المباراه خد وانت يا هاني لف وارجع. وانت يا هاني كمستوى او يعني فرق اولى سواء او المنتخب او فرق او لاعبين في ملايين بتدفع صح وتيجي على حاجات مهمه جدا مكمله للعبه عشان منظومه كلها تكمل، تلاقيك ما شحيح قوي فيها او مش عايز. فنقطة مهمة جدا انت اتكلمت فيها دي بتاعت الحكام، ونتمنى ان الكرة المصرية كلها الحتة اللي قالها كابتن اسامة دي هي بتاعت كابتن علاء، سيبه يحط فكره ومشروعه بالكامل، ما تضيقش عليه، سيبه يتعامل مع الناس، يقرب وجهات النظر، يشتغل. انت يا كابتن وصل بيك ان في مدربين في مصر كانت بتقعد في المدرج ان في البطولة الافريقية او الكونفدرالية انت ما معكش الرخصة فاطلعك تقعد. كابتن علي ماهر قبل ما ياخد الرخصة طبعا. يعني عارف نقطة كمان مهمة قوي كان ايه؟ يعني انا قريت كده من ضمن الحاجات اللي قد يكون مسؤول عنها الكابتن علاء نبيل، يقول لك الاشراف على المنتخبات وطبعا وتنظيم المسابقات، لكن على الاشراف على يعني هو ليه القدره على المنتخب الناشئين وشباب واولمبي ورايه استشاري في المنتخب الاول، وده مش صح، وده مش صح. يعني حتى على فكره اي مدير فني في الاتحاد اللي كان متواجد سابقا ما عندوش سيطره على المنتخب الاول، وده في اداره المنتخبات ده مش صح. ليه مش صح؟ بيكون رايه استشاري. فالحاجات الاساسيه طبعا نتكلم على القطاعات والمنتخبات الناشئين والشباب وتطويرهم دي الاساسيه المهمه جدا اللي عايزه شغل كتير، لكن كمان لازم يكون ليه دور واضح مع المنتخب الاول. اختيار المدير الفني للمنتخب الاول لازم يكون ليه راي واضح وراي متاخد بيه مش استشاري، لان هو ده المدير الفني فعال. هو ده المدير الفني بتاع الاتحاد صح. كل صح ما يخص كده. الاداره الفنيه لاتحاد الكوره لازم تكون تحت سيطره الكابتن علاء، نساعده ونديله صلاحيات عشان يقدر كمان يشتغل ويطلع منتج كويس يعني. ايوه ده مهم جدا. ففي نقط كتيره منها الملفات. طيب خلينا نخش بس على الملف المحلي شويه والدوري المصري وعوده الدوري المصري قريبا. والحقيقه من الحاجات المهمه جدا في الميركاتو الشتوي السنه دي بالنسبه للدوري المصري هو الاستفاده بدوري المحترفين او ما بين قوسين دوري الدرجه الثانيه. كلنا خلال الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت بنقول دوري يعني الناس اللي بتلعب في الدرجه الثانيه لا في مواهب كويسه وفي 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 الحقيقه يعني كمان لو فريق الاعداد مشكورا يعرض لنا الميركاتو الشتوي بالنسبه لانديه الدوري الممتاز وقد ايه استعانوا بلعيبه من دوري المحترفين، وده شيء جيد يعني شيء جيد. قد يكون يعني ان شاء الله كل التوفيق للمنتقلين، لان الدوري الممتاز بيبقى شكل تاني وضغط تاني ويعني شكل مختلف عن دوري المحترفين او دوري الدرجه الثانيه. لكن مهم جدا يا كابتن عمرو ان احنا نبص للجزئيه ديت، وبدات الانديه تبص لدوري القسم الثاني بشكل مختلف، وياما جالنا نجوم كبار كانوا بيلعبوا يعني كان في نجوم كبار بيلعبوا منتخب مصر وهم بيلعبوا في دوري القسم الثاني. يعني اولهم الكابتن هشام عبد الرسول مثلا يعني من الناس اللي كانت مميزه جدا. فرايك ايه في الجزئيه ديت الميركاتو الشتوي بالنسبه للدوري المصري او انديه الدوري المصري استعانوا بشكل كبير بلاعبي الدوري المحترفين؟ بص يا كابتن، يمكن دوري الدرجه الثانيه او الثالثه هتلاقيه لو انت بصيت على الدوري الممتاز هتلاقي معظم اللعيبه كانت جايه بس على مراحل ان هو اكتسب خبرات. يعني مثلا هنقول مثلا على سبيل المثال ديروت هو سيراميك به
هو سيراميكا بيه. اوكي. بايونير هو ام بي بي. انا مش عايز افقد لعيبه ال 2001 وال 2002 وفي نفس الوقت اجمعهم يلعبوا مع مدير فني انا اللي بختاره يشتغلوا وياخدوا خبرات استعير منهم اللي انا محتاجه في ناديه واللي انا هيقل عندي على مستوى المسابقات اللي موجوده عندي في الفرقه بتاعه سيراميكا يروح يكتسب خبرات هناك. صحيح. سيراميكا وصل بيها ان خد من النجوم وخد من مصر التامين وخد من بيروت وخد من العبور. ايه ده انت عندك بقى كشافين بتلف وبتلف وبتتفرج على الفرق دي واخترت منها اسماء. شفنا اسماء كتيرة على مستوى الدوري. شفنا اخر لعيب كان من السكه الحديد وراح البنك الاهلي. هنجيب معانا طبعا معانا عايزين كمان لان فرق كتيرة الحقيقه استعانوا ببعض اللاعبين من الدوري دوري المحترفين. يا ريت يظهر عندنا على الشاشه عشان برضو نشوف والناس تعرف لان دي خطوه انا في اعتقادي خطوه جيده جدا جدا على مستوى توسيع قاعده اللاعبين المميزين في الدوري المصري. فعندنا قدام حضراتكم ده الانتقالات يعني فرقه الجونه واللعيب انتقل من الجمارك. لعيب اسمه عكشه ده من الجمارك راح الجونه. رضا صلاح ده من المنصوره راح الجونه. بالنسبه لاحمد ربيع ده منتقل من السكه الحديد للبنك الاهلي. محمد سامي من ديروت لسيراميكا لان سيراميكا عندها الفريق ده بي يعني هو دوت المخزن اللي بيسكنوا فيه اللعيبه. وعندك محمد سامي ونور علاء وعلاء شعبان كل دوت مع هيما محمد ده من يعني من أندية مختلفة أندية لسيراميكا. عندنا عمرو ناصر راح من نادي النصر لفاركو. محمد عاطف طبعا من طلطة للزمالك. محمد موسى من رايا للداخلية. محمد العطار من نادي المنيا راح الداخلية. كلوشة من جمهورية شبين راح الداخلية. باشا محمد باشا من ألمونيوم نجح حمادي راح طلائع الجيش. عبد الكريم مصطفى من مصر المقاصة الإسماعيلي. عبد الرحمن الضح من طنطا للإسماعيلي. وأسامة النجار من طنطا للمقاولين العرب. تخيل يا كابتن كالوشا او الباشا محمد باشا ده حارس مرمى. حارس مرمى فعلا يعني في تنوع في تنوع كده. ده 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 اخترت مهم. اللي انا النواقص اللي عندي وهو مع خبرات الدوري الممتاز هيوصل لحاجه لنقطه معينه ياخد الخبرات دي ويوصل بيها ان هو يبقى موجود على ساحه الدوري الممتاز. ده مهم. هياخدنا كابتن اسامه لبدايه مشوار الدوري ونروح لملف النادي الاهلي. الحقيقه ملف النادي الاهلي بيستعد لمباراه مهمه جدا على مستوى المشوار الافريقي مع شباب بلوزداد. بعديها هيكون عنده مباراه في الدوري اعتقد مع طلائع الجيش. مزبوط. ثم عنده مباراه مع ميدياما الغاني في غانا. ثم عوده تاني للدوري. يعني مباريات مكثفه جدا خلال تقدر تقول كل 3 ايام مباراه. شايف مشوار النادي الاهلي ازاي الفتره اللي جايه؟ اكيد مشوار صعب و يعني احتياج النادي الاهلي للاعبين كتير كقايمه عشان يقدروا يغطوا كل المشاركات والبطولات اللي بتخش فيها. ده امر مهم جدا. صحيح. لاننا احنا كلنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين انه في لحظه حد ممكن يغيب لاي سبب واولها مثلا واحد زي محمد الشناوي كان امام عاشور كان ممكن اصابات طبعا اصابات ممكن تعطل. فلازم يكون كل اللاعبين اللي موجودين جاهزين ومستنيين الفرصه. فدي نقطه مهمه جدا لانك انت ضغط المباريات ده هيحتاج عدد لاعبين جاهزين كتير. والدليل على كده ان مستر كولر حتى في فتره بتاعه منتخب مصر وهو بيلعب ضم مجموعه كبيره من 2003 و2005 وفيهم 6 دخلوا في القائمه الافريقيه. مظبوط. يعني معنى انه دخلوا في القائمه الافريقيه يبقى ممكن يستعين بحد منهم في واحده من المباريات او النهائي. انا مثلا على سبيل المثال مش بقولها بس انا بقولها على تجربه. انا كنت في فرقه ال20 ثم طلعت الفريق الاول وقعدت ما العبش افريقيا جه الكابتن جوهري ربيع سين اتعور. اول ماتش ليا في افريقيا كان نهائي كوتوكو في اول ماتش افريقيا نهائي كوتوكو. اول ماتش ربيع سين كان هيلعب وبعدين الملعب كان حلو قوي كمان وحاجه جميله. لا يعني انا بقول يعني الخضه نفسها طبعا لك لا لازم يكون عندك شخصيه ونهائي. انا عايز اقول ايه يعني اي حد ممكن في لحظه هيلاقي نفسه. مظبوط. عشان انا بتكلم على تغطيه الضغط ده. صحيح. عشان كده مستر كولر في المعسكر اللي كان في الامارات لعب ماتشين ولعب ماتش هنا وجهز كذا اكتر من ناشئ. فمطلوب انه اللعيب يبقى مهيئ نفسه كويس قوي ان يقدر يشارك في اي لحظه. والتدعيمات كمان اللي حصلت فكل ده
نتمنى عودة الإصابات إن شاء الله. رضا سليم طبعا لعب المباراة أولا من أفضل الصفقات اللي النادي الأهلي جابها السنة أو السنتين دول يعني. مظبوط. رضا مميز جدا وافتقدناه كتير قوي الفترة اللي فاتت. طبعا حسين شحات وبيرسي التاو شايلين عبء كبير في الأطراف في الأجنحة، لكن كان رضا عامل معاهم يعني شايل كتير، وابتدى يبقى في لعيب انت حاسس انه تقيل في مزبوط. مركز الجناح. مزبوط. فعودته ان شاء الله تبقى قويه تضيف. ويقدر تضيف ان شاء الله يعني باذن الله. ربنا يسهل يعني. عمرو المباريات الوديه برضو اثبتت ان يعني تاتش وود كمان موديست بدا يخش وياخد فورمه جيده جدا. المباراه الاخيره امام سموحه 2-1 هو اللي احرز هدفين. وجود للأسف إصابة وسام أبو علي يمكن هتعطله شوية إن شاء الله مش كتير، لكن يعني في زي ما بنقول لو كنا يعني بنتكلم بموضوعية شوية إن بندي فرص. موديست ماشي بشكل كويس قوي، نتمنى إن شاء الله يستمر على هذا الأداء في الفترة اللي جاية. عايز أخد رأيك في الملف الأفريقي، مباراة شباب بلوزداد أهميتها للنادي الأهلي والعناصر المهمة جدا جدا اللي لازم إن شاء الله تكون موجودة على مستوى التشكيل اللي ممكن يضعه كولر لهذه المباراة. بص يا كابتن، أول حاجة كولر بيشتغل بنظام الهدوء وبعد كده بيعرف يحتوي فرقة نادي الأهلي بطريقة معينة. أول حاجة بص على لعيبته اللي في المنتخب واطمن عليهم وراجع حساباته فيهم وحطهم في الجدول اللي هو عامله للمدة الزمنية لمباراة بلوزداد. نمرة 2 قرب وجود عمر كمال والزنفولي احتضن الموضوع، ما خدش أكتر من وقت والموضوع حسم في ساعتها مباشرة. إصابة وسام ما اتكلمش فيها كتير، ابتدى يحس بموديست وقربه وانسجامه لأداء النادي الأهلي واحتوائه للعيب بيجهزه وبيعرضه في الوقت المناسب. وجود رضا سليم ورجوعهم للإصابة، الراجل يا كابتن لما فكر في اللعيبة الناشئين كلها لازم نبقى عارفين إن كارلوس برينجير بيديله تقارير مين اللي ينفع يتصعد ومين اللي يطلعوا اعاره ممكن يستنى عليه شويه. بالظبط، ده مهم قوي يا كابتن. مش انا مثلا بقول لك كابتن اسامه بيقول لك طلع عمرو الحديد يطلع يلعب معانا وانا مش مهيئ او مش جاهز، ان انا الرهبه بتاعه الدرجه الاولى دي رهبه النادي الاهلي اكتر من اي مكان تاني. صعب. صحيح. صعب، لازم اكون وسط الاجواء دي. ده انا بتكلم داخليا، ما بالك بقى في وجود مباراه فيها جماهيريا، هستقبل ده ازاي؟ كل ده بيتهيئ بالربط ما بين الراجل على مستوى الخطوط، اذا كان ميشيل يانكم في حراسه المرمى، اذا كان جامبريلي في خط الظهر، كولر لأدائه كلاعب نص ملعب، وكارلوس برينجير كراجل فيرود، واندويا الراجل اللي شغال بالاحمال ويبتدي يرفع الاحمال النهارده لمباراه بلوزداد. هو الراجل عارف ان كل 3 ايام مباراه، هو عنده التشكيل يا كابتن هاني اللي هيبدا بيه من بدري. الراجل عارف انا كابتن اسامه هيبقى موجود، انا عامل حساباتي بلان ايه وبلان بي. كابتن اسامه رضا سليم هيبقى موجود، هو جاهز للمباراه، هدي له جزء من المباراه، هيبدا من المباراه من البدايه. حسين الشحات وطاهر كوكا خف عشان يفل الحته بتاعت نص الملعب جنب مروان. عنده انا هايدك بس هقف عند حته معينه يعني تاكيدا لكلامك. طبعا يعني خبر اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر وخالد بيبو وقيادات قطاع الناشئين، في النقطه اللي انت بتتكلم عليها ان الكابتن محمود الخطيب عقد طبعا اجتماع ظهر اليوم مع كل من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول ومساعده كارلوس برينجر والكابتن خالد بيبو مدير الكوره والكابتن وليد سليمان رئيس القطاع والكابتن بدر رجب المدير الفني. الاجتماع كان في اطار رؤيه الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره للحفاظ والتواصل المستمر ما بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى ووجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية لاستعانة ببعض اللاعبين على مستوى الفريق الأول. ويعني اختصارا للكلام أن هي دي سياسة يعني نشوفها معنا على الهواء، وزي ما بقول أن يعني إتاحة الفرصة لأي لاعب منهم للمشاركة وفقا لرؤية مارسيل كولر عندما تسمح الظروف بذلك، وده مهم جدا عندما تسمح الظروف بذلك. تطرق الاجتماع كمان لتقييم بعض عناصر القطاع اللي تم الاستعانة بيهم في معسكر الإمارات الأخير، وكولر تحدث بإيجابية واضحة عن إمكانياتهم الفنية والبدنية وقدراتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بذل الجهد واكتساب الخبرات اللازمة. جاء الاجتماع أيضا حديث للكابتن بدر رجب عن وجود عناصر مميزة أخرى في فريق قطاع الناشئين والقطاع يعني في الفرق المختلفة وكلها تبشر
في مستقبل طيب للنادي الاهلي. هي دي اللي انت كنت بتتكلم عليها لسه دلوقتي. وانت حضرتك قلتها من البدايه. صحيح. الصلاحيات بتاعت الكابتن علاء نبيل، ادي الراجل احنا تملي النادي الاهلي بيسبق اهو. احنا بنقول ان الراجل عامل المشروع مش للدرجه الاولى بس، مدي نبض الدرجه الاولى فكري. مرتبط بمين يا عم؟ بتاع الناشئين. يعني زي ما انت بتقول كده، هو هو المنتخب الاول ده بناء على ايه؟ ان انت ما بين قوسين هتنزل الاعمار السنيه بتاعته بناء على لعيبه، انضمام لعيبه من تحت السن اللي هم تحت السن، اللي هو منتخب شباب. تمام. منتخب اولمبي، منتخب ناشئين. منتخب ناشئين بدري شويه، لكن منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي لو ما فيش وصل، حلقه وصل ما بين دوت ودوت عن طريق المدير الفني للاتحاد، اعتقد هيكون في ديفو، هيكون في خطا. لو فكرت تجيبه خلاص حرقته، مش هيبقى موجود اللاعب ده، ان هو انت ما هيئتوش ان هو ينضم. انت دلوقتي النادي الاهلي بيتكلم كابتن محمود الخطيب مع الجهاز ان الراجل اختار كارلوس برينجر بس، ما اختارش مثلا جامبريلي، لا هو عارف ان ده اللي بيهيئ اللعيبه نفسيا وفنيا بالظبط كده للصعود للدوري الممتاز او للصعود لدوري الدرجه الاولى مع النادي الاهلي. الفتره اللي جايه يا كابتن احنا ما شفناش ده بقى لنا فتره، كم اللعيبه، الربط ما بين الكابتن بدر رجب كمدير فني للقطاع والكابتن وليد سليمان والخواجه، هو ده بقى ان النبض من قطاع الناشئين حسب العمر السن وحسب الموهبه اللي موجوده، امتى الوقت المناسب اللي يعرض بيه اللاعب ده. دي صعبه قوي يا كابتن انك انت تبقى تهيئه وفي نفس الوقت مدرب الدرجه الاولى والمدير الفني كولر عنده ربط ما بين ده، امتى هعرض؟ عشان ممكن حاجتين، اعرضه في الوقت احرقه في مباراه، واعرضه في وقت يكافئني في مباراه. هو ده اللي كان كوكا تمام لما يجي حد يكلمه يقول له كوكا الناشئ، يقول له انت ما تتكلمنيش عن كوكا الناشئ، كوكا لعيب درجه اولى عنده 22 سنه امكانياته تاهله انه يكون نجم. كابتن اسامه لعبت درجه اولى كان عندك كام سنه؟ 82 يعني 20 سنه تقريبا. حلو. انضميت بقى للفريق واشتركت في في نهايه سنه ال 20 سنه انضميت للفريق الاول. الفريق الاول. هو خلي بالك الجيل ده الظروف اختلفت. الجيل ده كان مليان نجوم. انا هقول لك على جيل مثلا المهاجمين، مصطفى كابتن مصطفى كباتن بقى بدون يعني كابتن مصطفى عبده، الخطيب، مختار، شريف عمنه، شريف عبد المنعم، محمد عامر، محمد عباس، جمال عبد الحميد قبل ما يتعور ويمشي. خلاص يا كابتن اسامه امشي. لا اسامه ده لحد لو امشي يا كابتن اسامه. بنص الملعب كابتن مختار، كابتن مجدي عبد كباتن مجدي عبد الغني، علاء ميهوب، خالد، علاء ميهوب، خالد جاد الله، محمد عامر، رمضان السيد، غير اللي كان كل شويه حد بيخش لهم ورا، تلاقي كان كابتن ماهر امام، مصطفى. طب انا بقى بحييك لان كده انت خلي بالك كل ده، وكابتن اسامه دخل ويعتبر اكتر واحد لعب في النادي الاهلي، يعني عدد مباريات كبير جدا. بص هاني، وانت ما انت هاني طلعت انا كان عندي صغير كمان 17 سنه. الفتره دي لو تعد عدد الناشئين اللي طلعوا في النادي الاهلي من قبل ما انا العب وبعد ما انا لعبت، هتلاقي مثلا مش اقل من 10. يعني قبليه كان علاء ميهوب وطاهر ابو زيد ومحمود صالح وكان شوبير يعني اللي وحشيش واسامه عباس. طب كفايه وانا امشي يا كابتن. لا والله ما بهزر. انا 7-8 كملوا. أيوة بقى كابتن ده صعب قوي. 7-8 سنين. انا بطمنك، انا بطمنك ان شاء الله، بطمن كل جماهير النادي الاهلي العظيمه. سياسه النادي الاهلي بالنسبه لرؤيه القطاع اعتقد اختلفت كتير عن زمان، وهتلاقوا ان شاء الله باذن الله لعيبه مميزه جدا من القطاع ان شاء الله هتمثل النادي الاهلي في المستقبل. ودي سياسه واضحه وصريحه الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني الفريق الاول، مع الجهاز الفني لقطاع الناشئين، وجود الكابتن وليد سليمان، وجود كابتن بدر رجب، وجود محمد شوقي، كلها ديت الحقيقه كوادر تبشر بالخير. ان شاء الله كل الخير لفرقتنا النادي الاهلي، واكيد كل الخير للكره المصريه. كابتن اسامه بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد بوجودي معاك يا هاني ومع عمرو، متواجد معانا على طول ان شاء الله. الله يخليك. وبالتوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله، لانها فتره صعبه. ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق برضه للحراس المرمى، عشان احنا قلنا مصطفى شوبير ان شاء الله بالتوفيق. طبعا كل الدعم لزنفولي وحمزه علاء وحمزه علاء ان شاء الله يقدروا يشيلوا النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. عندهم القدره وعندهم الامكانيات باذن الله. عمرو بنشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن هاني. شكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يوم الاثنين ان شاء الله اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.